بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. يعني طبعا من امبارح للنهارده الحقيقه ردود افعال كبيره جدا على حلقه امبارح. احنا بشكركم جدا على كل ردود الافعال اللي حضراتكم بتعملوها ودايما متابعين لقناه الاهلي في كل شيء الحقيقه، من اول برامج القناه من 10 الصبح وحتى لغايه اخر برنامج بالليل. فانا بشكر حضراتكم جدا جدا على كل ردود الافعال اللي حضراتكم دايما بتخلونا نبقى مبسوطين، بتخلونا نبقى سعداء، بتخلونا نبقى قد ايه احنا بنحاول. مجموعه كبيره جدا من 10 الصبح لغايه دلوقتي او لغايه الساعه 1 بالليل بتبقى بتتعب علشان خاطر جمهور النادي الاهلي، ولكن طبعا كل التعب اللي احنا بنعمله هو بيبقى دايما تعبكم راحه، يعني تعبكم راحه، واحنا كل اللي يهمنا ان احنا نشوف جمهور النادي الاهلي مبسوط. الحقيقه انا اتكلمت في كذا موضوع امبارح، واساتذتنا الكبار اللي كانوا متواجدين معانا اتكلموا في مواضيع كتيره وقضايا مهمه جدا. عشان حضراتكم الحقيقه حبيتوا الفقره الاخيره اللي اشتغلنا عليها امبارح هتبقى متواجده معانا ان شاء الله كل اسبوع. هنحاول نجيب لحضراتكم قضيه تهم مصر كلها والنادي الاهلي علشان نتكلم فيها دائما خلال الفتره اللي جايه مع اساتذه كبار لهم ثقلهم في الصحافه الرياضيه وفي المواقع الرياضيه في كل مكان، في كل مكان في مصر الحقيقه. فانا بشكركم جدا جدا على كل ردود الافعال على حلقه امبارح. النهارده هنبدا كلامنا بازاي النقاط ضاعت من النادي الاهلي او بعض النقاط ضاعت من النادي الاهلي في الدوري العام المصري. النادي الاهلي في 5 مباريات تحديدا، عشان انا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، انا قلت ان احنا هننتقد اداء الحكام، ولكن احنا كل الحكام بالنسبه لنا عندنا فيهم ثقه كبيره جدا جدا من ناحيه السمعه والشرف والكلام ده كله ما بنتكلمش فيه، ولكن من حقنا ان احنا ننتقد اداء اي اداء، يعني حكم صفر صفاره غلط، صفر صفاره صح، ما بنتكلمش على اي شيء اخر، ولكن احنا دايما لما بنتكلم على اداء الحكام مثلا. فاحنا السنه دي 5 مباريات معظمهم الحقيقه اضاع منها او اضاعت منها نقاط من النادي الاهلي. اولى المباريات البنك الاهلي وانتهت بالتعادل ما بين النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي. ايمن اشرف احرز هدف ولكن لم يتم احتسابه. ايضا بيراميدز في الدور الاول، وهنوري لحضراتكم الاهداف هدف هدف. خلينا نتكلم عن الهدف الاول في مباراه البنك الاهلي وضياع نقطتين من النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا ادي الهدف. لماذا لم يتم احتساب الهدف ده؟ انا الحقيقه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف. هو ده اللي انا بتكلم فيه، وهو ده دايما اللي انا بقوله، وهو ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه. من الممكن جدا ان احنا نعلق على اداء حكم، ولكن ما عندناش اي مشكله في سمعة الحكم أو شرف الحكم أو ما يخص الحكم من نواحي شخصية، ولكن لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف على الرغم من احنا بنشوف كتير جدا 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 في الدوريات الأوروبية ان مثل هذه الأهداف بيتم احتسابها، والأمور دي بتبقى واضحة جدا في المباريات الأفريقية. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما ان لازم ناخد بالنا من اللي بيحصل في هذا الموضوع، لانه اللي بيحصل مع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه او خلال المباريات الدوري السابقه احنا بنشوف ان هو موضوع يعني كتير يا جماعه، كلها اهداف صحيحه 100%. انا المفروض واحد جاي زي ما حضراتكم شايفين ايمن اشرف، انا واحد جاي من ورا، المفروض ان انا اعمل ايه؟ وبنط عشان الحق الكوره، المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ممكن حد يرد عليا ويقول لي، لو حضراتكم شايفين حاجه تانية قولوا لي. انا جاي الكره بتنط قدامي وانا طالع بدماغي بحطها هدف، هعملها ازاي؟ حد يقول لي. فده الهدف الاول في مباراه زي ما قلت لحضراتكم البنك الاهلي وضياع نقطتين. الحقيقه كانوا ممكن دلوقتي يخلوا النادي الاهلي مستريح شويه عن ضغط المباريات القادمه اللي هم الاربع مباريات اللي فاتوا. تاني المباريات وهي مباراه بيراميدز في الدور الاول، وايضا نقطتين ثمينتين ضاعوا من النادي الاهلي. الهدف ده برضه بالنسبه لي هدف غريب جدا. حارس مرمى كابتن شريف اكرامي اخطا وحط الكره لبواليا، بواليا حطها جول. ايه اللي حصل؟ كابتن جهاد جريشه هو واحد من افضل الحكام في مصر، واحد من اهو ها
هاتها تاني كده معلش، ارجع بيها شويه يا سمير لورا. بص انا شريف وقعت من ايده حطها بواليا جون، انا اعمل ايه حضرتك؟ وانا المفروض ان انا هنا يا كابتن جهاد او يا لجنه الحكام، انا هنا مره تانيه وانا اسف ان انا بأكرر هذا الكلام مره تانيه وتالته وعشره، انا بنتقد اداء حكم ماليش علاقه باي حاجه تانيه. هنا كره وقعت اهي، شريف مستحوذ على الكره وقعت من ايده، كمل اللعبه، كملها كملها لو سمحت، وقعت قدام بواليا حطها جون. ضاع مننا نقطتين، ضاع مننا نقطتين، ضاع من النادي الاهلي نقطتين. فبالتالي احنا بنعد بس مع حضراتكم النقاط، ادي اربع نقاط ضاعت بسبب اداء غير جيد من الحكام او من حكم الفار او من حكم الفي ار. هنا ما لمسوش اهو زي ما حضراتكم شايفين الصوره، ابلغ تعليق على اي حد اهو، كره وقعت من ايد شريف حطها بواليا هدف، معرفش الحقيقه. ادي نقطه رابعه، اربع نقاط، اربع نقاط كان الفار سبب في ان النادي الاهلي لم يحتسب له هذه النقاط. طيب المره الثالثه او الهدف او ثالث مره يحصل فيها كده، وهي في مباراه مصر المقصه بس في الدور الاول. انتهت هذه المباراه بالمناسبه بفوز النادي الاهلي بثلاثيه، ده الهدف اللي في المباراه في مباراه امبارح، ده في مباراه امبارح زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب لحضراتكم دلوقتي هدف الدور الاول، لكن دي مباراه امبارح. الهدف ده الكل راى ان هذا الهدف هو هدف صحيح 100% للنادي الاهلي. لماذا لم يتم الحكم؟ الحكم اشار، او حكم الفار اشار للكابتن محمود عاشور حكم المباراه الرئيسي بان هذه اللعبه هي اوفسايد. طب احنا عاملين الفار ليه يا جماعه؟ هو الفار مش معمول عشان مثل هذه النقاط او مثل هذه الالعاب تبقى واضحه امام حضراتكم وانتم قاعدين في اوضه الفار المكيفه؟ يعني انا الحقيقه بستغرب جدا لما حد بيخطئ. هي في الاخر هي طبعا وجهات نظر وكل شيء، والمره المليون انا كل ما اجي اعمل اعيد الموضوع ده هقوله، احنا هنا بننتقد اداء حكم، ما عندناش مشكله مع حد، ولكن احنا هنا بننتقد اداء حكم. حكم الفار امبارح كلم كابتن محمود وقال له يا كابتن محمود الكره اوف سايد. هل كان من الواجب مثلا على الكابتن محمود ان هو يروح يشوف الكره؟ ما اعرفش. موضوع الحقيقه اصبح الحمد لله ان ربنا كرمنا، احنا كنا مغلوبين بهدف مقابل لا شيء، او المقصه جاب جون، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب جون والثاني والثالث والرابع وقدرنا نكسب هذه المباراه. ولكن لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف؟ بمنتهى البساطه، لماذا لم يتم احتساب هذا الهدف؟ طيب المباراه القادمه برضو نقاط، الحمد لله ان ربنا كرمنا وقدرنا نكسب في مباراه مصر المقصه، في مباراه مصر المقصه في الدور الاول نفس الكلام. محمد شريف برضو في الدور الاول احرز هدف اهو مع حضراتكم، قال لك اوفسايد. ما انا الحقيقه برضو معلش انا مصمم النهارده ده انا اجيب، احنا بنقفل صفحه الدوري وبعد كده هنتكلم في البطوله الافريقيه. ده كان مباراه المقصه في المقصه في الدور الاول لنادي الاهلي. كل هذه الالعاب زي ما حضراتكم شايفين هي مش محتاجه فار بيني وبينكم، هي واضحه، هي مش محتاجه فار ولكن هي واضحه. هدف اخر تم الغائه لصالح النادي الاهلي وكان يستحق ان يكون هدف. تخيلوا حضراتكم لو الهدفين دول احرزهم، ده بقى على الناحيه الفرديه والناحيه الشخصيه بالنسبه لمحمد شريف، لو الهدف ده كان تم احتسابه كان الموضوع هيبقى مختلف، كانوا هدفين زياده بالنسبه لمحمد شريف لم يتم احتسابه ويضافوا على رصيده، كان زمانه بقى 17 هدف منفردا بقمه الهدفين. دي حاجه شخصيه لمحمد شريف او حاجه فرديه، ولكن انا بتكلم هنا عن اداء النادي الاهلي او ماذا يحدث مع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، علشان مهم جدا جدا جدا، لان احنا بنفكر في يوم الجمعه في يوم السبت ان شاء الله، والكل ينتظر كيف سيلعب موسيماني في هذه المباراه وربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله في دوري الابطال. ولكن احنا دايما بنبص على حاجه ولكن عينينا في المنطقه الثانيه، والحمد لله ربنا كرمنا في الاربع مباريات ب 12 ب 10 نقاط من 12 نقطه، ولكن القادم اصعب، ما بعد المباراه النهائيه اصعب.
اصعب للنادي الاهلي في حاجات كتيره جدا. اخر حاجه معانا واخر هدف برضو ده اللي قدرت بسرعه اجيبهم لحضراتكم، في مباراه سيراميكا كليوباترا النادي الاهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين، ولكن هذا الهدف اللي حضراتكم هتشوفوه لم يتم احتسابه. ده محمد شريف برضو، ده كهربا، ده كهربا، هذا الهدف لم يتم احتسابه. وخد بال حضراتكم، انا ما بجيبش لحضراتكم الاهداف اللي لم يتم احتسابها وعليها فيها شك او فيها عدم اجماع، لكن الخمس اهداف دول عليهم اجماع من الجميع انهم اهداف صحيحه 100% ولم يتم احتسابها لصالح النادي الاهلي. فالخمسه مش محتاجين بار بيني وبينكم يعني. وهنا احنا بنحط علامة استفهام من دلوقتي، لان امبارح حصل الكلام ده، امبارح اهو امام حضراتكم، يعني برضو الفار مبين لحضراتكم اللي بيحصل ايه. فاحنا دلوقتي مش محتاجين او بنوري حضراتكم الخمس اهداف دول، حطينا عليهم علامة استفهام، وهنبتدي بقى نفكر في مباراة يوم السبت القادم. مباراة يوم السبت القادم واحدة من المباريات الصعبة، نهائي دوري الأبطال. وأنا آسف، أنا قلت لكم امبارح أنا كل يوم هقول الكلام ده، معلش اعذروني اليومين دول، لكن أنا كل يوم هقول هذا الكلام. واحدة من أصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي في تاريخه. يا عم إسلام أنت بتقول إيه ده؟ كايزر تشيفز فريق ضعيف وفريق ما عندوش فكرة وفريق ما عندوش لعيبة وفريق ما عندوش مدرب وما عندوش جمهور وما عندوش وما عندوش وما عندوش. أنا من امبارح للنهاردة لما كنا قاعدين هنا امبارح مع حضراتكم قلت الكلام ده، قلت لكم إن هتظهر حملات إن يا عم النادي الأهلي ده فريق جامد قوي وفريق كايزر تشيفز ده فريق ضعيف، وهذه ليست الحقيقة. اليوم الأربعاء إن شاء الله هيكون معايا كريم سعيد وأحمد ثابت، هنوري حضراتكم كيف يلعب كايزر تشيفز وكيف وصل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري الأبطال، وهل يستحق بالفعل أن يصل إلى نهائي دوري الأبطال ولا لا. الموضوع صعب للغاية، موضوع صعب جدا ومباراة صعبة جدا. أنا متأكد من وعي جمهور النادي الأهلي، وعارف أن كل جمهور النادي الأهلي مش هينظر لمثل هذه الحملات اللي هي حملات الطمأنينة اللي أنا اتكلمت عنها امبارح، لن ينظر لها جمهور النادي الأهلي لأنها حملات ضد النادي الأهلي. خدوا بالكم، يعني لما تلاقي حد ما بيشجعش النادي الأهلي طالع يقولك إيه ده محمد شريف ده عالمي، تعرف على طول إن هو بيودي محمد شريف. هو محمد شريف مش محتاج شهادة حد، ولكن أنا بتكلم بشكل عام إن الفترة اللي جاية هتلاقي مثل هذه الحملات، ويجب على الجميع أن يتصدى لمثل هذه الحملات. مباراة صعبة، مباراة من وجهة نظري هتكون الأصعب في دوري الأبطال. عدينا بالترجي وعدينا بسان داونز وعدينا بمباريات في دوري المجموعات، ولكن هذه المباراة هي المباراة الأصعب في دوري الأبطال. طيب هو مين اللي هيعلق على هذه المباراة؟ واحد حضراتكم كلكم بتحبوه، كابتن علي محمد علي، هو اللي هيعلق على هذه المباراة تاريخية. الحقيقة هتبقى نهائي دوري الأبطال. كابتن علي محمد علي معانا على التليفون. كابتن علي ازاي حضرتك؟ كل النادي الأهلي وبحييك وبحيي كتير، وطبعا اكيد زي ما انت قدمت البرنامج وبتأكد على أهمية المباراة، ان شاء الله تكون مباراة تاريخية وتكون إضافة ويكون لقب ان شاء الله لعبة النادي الأهلي. يا رب ان شاء الله. كابتن علي، يعني الحقيقه انا اتكلمت مع حضرتك في كاس العالم للانديه قبل مباراه الثالث والرابع، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب ونصل الى الميداليه البرونزيه في الثالث، يا رب يكرمنا ان شاء الله يوم السبت القادم. يا رب. على الرغم دائما من صعوبه هذه المباراه، اولا كابتن علي بخبرتك الكبيره جدا جدا في عالم التعليق وشفت مباريات كتيره جدا ونهائيات كاس عالم وكذا وكذا ونهائيات كثيره جدا، من وجهة نظرك كيف ترى هذه المباراة؟ هل حضرتك مع التقليل من فريق كايزر تشيفز، أم حضرتك شايف أن المباراة دي 50-50؟ لا، أنا متابعك متابعة دقيقة فيما يخص مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، وأتفق معك تماما، المباراة مهم جدا نتعامل مع
معاها بنفس قيمه واهميه البطوله. ايوه. بمعنى ان المنافس تاهل للمباراه النهائيه اكيد هو فريق مميز، في عنده بعض الاختلافات في مشواره في البطوله، خسر امام سيمبا ثلاثه، خسر امام الوداد في مجموعات باربعه، لكن فريق مميز بيأدي بشكل مميز، هو صحيح على مستوى الدوري المحلي في المركز الثامن، لكن شفناه في لقائي الوداد صحيح ما كانش بيهاجم بشكل كبير لكن منظم جدا دفاعيا، عنده خطين حراس مرمى مميزين سواء النيجيري او الحارس الاخر الجنوب افريقي. احترام المنافس يا كابتن ده واحد من الحاجات المهمه جدا في كره القدم. ايوه. واكيد تقديرك للمنافس احترامك ليه هيسهل مهمتك. الحمد لله اطمنا على الاهلي في الاربع مباريات اللي خاضها في الدوري، بدايه بمباراه بيراميدز، مباراه سموحه، مباراه المقاولون، وقمه الاداء كانت مباراه المقص. ايوه. الاهلي ظهر فيها بشكل يطمن جمهوره ويطمن اشرافه، واعتقد ان ظهور الاهلي ده ان شاء الله بالمستوى ده والاداء ده يخلينا نكون متفائلين كمان ان شاء الله بالاداء يكون كمان اقوى وافضل من كده. وعن مجموعه اللاعبين الحقيقه بتقدم بشكل مميز اسمها اضافات. بس معلش يا كابتن علي، انا في النقطه دي تحديدا ممكن نكون متفائلين او ممكن نروح للتفاؤل ولكن بعيدا عن الثقه الزائده، لان التفاؤل حاجه والثقه الزائده شيء اخر. طبعا بالظبط كده، لانه اتفضل يا كابتن. انت اكيد يا كابتن انا متابعك طبعا، عندك خبره كبيره طبعا في المباريات دي وصعوبه المباريات دي، صعوبتها مش في المنافس، صعوبتها في قيمه البطوله، بطوله مهمه كل مترقبها الكل منتظرها. انا بالنسبه لي مباراه الموسم زي ما هي برضه مباراه الموسم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، فهي مباراه قيمتها كبيره جدا ولقب مهم، واحنا يعني دايما متعودين ان احنا بنطرح مباريات كره القدم، واكيد لعيبه الاهلي مش هتدخل على انها تسعد جماهيرها وتخضع جماهيرها ان شاء الله باللقب. كابتن علي، مباراه زي دي بتحضر لها ازاي؟ مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي وهو ممثل مصر وحضرتك مصري ولازم طبعا تدي للفريق كايزر تشيفز حقه، وبالتالي بتفكر او بتحضر لمثل هذه المباريات ازاي؟ يعني انا يعني عارف على المباراه من حوالي اسبوعين تقريبا، وبدات استعدلها من لحظه تكليف المباراه. يعني من لحظه التكليف بدات اتفرج على كايزر تشيفز واكلم اكثر من المباراه، عشان برضو يعني مهم، انا بعلق اختي وبيشوفوه في الملعب طبعا. طبعا. فاكيد ان انا هقدر احكم عليهم اكثر لما اتفرج عليهم اكثر من مره واشوف البوزيشن بتاعت اللعيبه، يعني بستعد استعداد خاص طبعا لمباراه نهائيه. ايوه. اكيد طبعا بتابع النادي الاهلي، يعني زي ما بتابع الدوري المصري اكيد بتابع النادي الاهلي كل مبارياته. ايوه. والواحد بيبقى عنده برضو حته برضو ناحيه نفسيه، انا كمعلق برضو بجهز نفسي نفسيا ومعنويا. ذهنيا. وانا على فكره انا في اجازتي ثانويه، بس لما كلفت بمباراه طبعا بشرف ليا كبير، فيعني هقطع اجازتي ان شاء الله وارجع ارجع للدوحه ان شاء الله واعلق على المباراه، وبعد كده ارجع اكمل اجازتي بقى. اكمل الاجازه، معلش اعتذر بقى للولاد والمدام عشان الاجازه، ما انا عارف بتبقى مش طويله. لا ما لا انا برضو يعني هنا عندي ناس منتظره المباراه، انا يعني عندي في جماهير اهلاويه كتيره برضو. ايوه. منتظرين المباراه وكله مترقب، يعني كله مترقب. يا رب ان شاء الله. اهم حاجه كلكم يعني تبقوا سعداء ومبسوطين ان شاء الله باللقب والفوز، والمعلق يعني هو جانب من جوانب المتعه، وان شاء الله نكون يعني اضافه في المباراه النهائيه. الكل ارتبط في نهائي دوري الابطال السابق مع كابتن عصام الشوالي، طبعا واحد من اهم واعرق المعلقين اللي موجودين. طبعا. متابعين على المستوى الشخصي كمان وعلى المستوى الذهني. بالظبط بالظبط. الكل الاهلاويه يعني ارتبطوا بالقضيه ممكن اكيد طبعا في مباراه النهائي. الحاجات دي يا كابتن علي برضو انت خبرتك كبيره، واحد من افضل واهم المعلقين في العالم العربي. الحاجات دي بتظهر فجاه وانت على الهوا كده ولا والله بص انت انا اكلمك على كابتن عصام لانه يعني اعتز بيه جدا طبعا طبعا. احد اسرار نجاح المعلق هو العفويه، اللي بتطلع عفويه دي بتبقى اصدق. عفويه. الزملاء في بعض الزملاء بيكتبوا الافيهات ويكتب اقول ايه، ما ينفعش يعني رايي انا ما ينفعش اكتب واقول هعمل كذا وهعمل كذا، لان المباراه ما فيهاش سيناريو، ما فيهاش احداث انت ضامنها. بالظبط. فانت لما بتطلع عفويه وبتطلع بشكل طبيعي اللي طلعت
كابتن عصام يعني، فهي وصلت هي يعني من القلب للقلب، فبالتالي هي وصلت صح يعني، وربنا وفق الجميع ان شاء الله ويوفقنا جميعا يعني. يا رب ان شاء الله. شايف لعيبه النادي الاهلي مين اللي ممكن يتالق في المباراه القادمه من وجهه نظرك يعني؟ ده عايز اقول لك يعني، انا مش عايز اقول اللعيبه الاساسيين، عايز اقول لك التيم كله النادي الاهلي، التيم كله يعني، نبدا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وطبعا ياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف ومحمد هاني وكل المجموعه كله السوليه وديانج والشحات وطاهر ومحمد شريف وكله طبعا كله وقفشه طبعا كل دولت يعني، واللعيبه اللي برضه بتشترك وبتدخل واسماء كثيره طبعا، كل دي اسماء النادي الاهلي يعني الصراحه في الفتره دي فتره جدا. وانا اعتقد كمان مباراه الدوري الاخيره رغم انها يعني فتره زمنيه قصيره، لكن كان ليها دور مهم قوي، لان بصراحه كان من ضمن النقاط اللي الواحد قلقان فيها على المباراه النهائيه، ان كان في فتره جاب في المباريات ما بين اخر مباراه لعبها النادي الاهلي في دور نصف النهائي وما بين المباراه النهائيه. فالحقيقه مباراه الدوري اعتقد هيكون ليها دور مهم ان شاء الله في الحسم، وانا يعني مش عايز اقول اتوقع حد، بس طبعا اكيد كل مترقب محمد شريف المتالق في الفتره دي، قدم مباراه كبيره جدا، قدم اداء رائع جدا. انا بيفكرني بماركو فان باستن بصراحه يعني، في رشاقه يعني انا بحب محمد شريف، تحس ان هو يعني مش متكتف في اللعب، تحس ان هو بيلعب بسهوله باداء مميز ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه طبعا، وهو اكيد طبعا كلنا نترقبه في منتخب مصر باذن الله، يكون احد النجوم الطاير طبعا مميز طبعا. يا رب ان شاء الله. لاعبين مميزين، وحمدي فتحي كمان انا ما قلتش اللعيبه اللي ليها دور كبير جدا في الفتره الاخيره دي، والحقيقه برضه موسيماني موظفه بشكل رائع قوي في الملعب. ايه رايك في اداء موسيماني بالمناسبه مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو يعني قبل شهر او شهر ونص كان بيتعرض لحملات الحقيقه، على الرغم من هقول لك بلاش الاداء لو ما اتكلمناش على الاداء، ولكن على الرغم من النتائج الجيده في ذلك الوقت، الحمد لله دلوقتي الامور اختلفت تماما يعني. كابتن المهم النتائج بتيجي برضو، والاداء بيزداد ويرتفع مع تثبيت التشكيل، وشفنا الفتره الاخيره هو مثبت تشكيل بيلعب فكر معين. ايوه كان عنده مشكله في بعض الاماكن، غياب علي معلول، كان عنده مشكله في اصابه محمد هاني، اوجد حلول واوجد شكل هجومي مميز جدا، اعاد الثقه لحسين الشحات، ودي حاجات لازم تتكلم عليها، تقول دي اكيد كلها نجاحات. تطور جدا في اداء محمد شريف في الفتره الاخيره في ضربات الراس، وفي يعني في واضح جدا خطاباته مع طاهر مع النجوم مع السوليه في وسط الملعب مع ديانج، لا هو الحقيقه مدرب، انت شوف النتائج وشوف البطولات اللي حققها وتقدر يعني تقيمه التقييم السليم يعني. الاداء احيانا في اجهاد، الاداء احيانا نتيجه ضغط المباريات، الاداء احيانا بيبقى زي ما قلنا فتره الراحه اللي خدوها اللاعبين الفتره اللي كانت ما بين نصف النهائي والمباريات. ايوه في عوامل برضه، في حاجات ما بتساعدش، شايف الرولمانر يعني الدنيا متلخبطه يعني، فده برضه بيأثر يعني. هو بيوجد الحلول وسط هذه الظروف الصعبه يعني، نفس الدوري واللخبطه اللي احنا فيها من كوفيد والكورونا ده الحقيقه، والجهاز الفني اللي معاه كمان على اعلى مستوى يعني. طبعا لما بتيجي نتكلم على موسيماني بنتكلم على الكل طبعا. يعني احنا او حتى لما نتكلم على التيم عم بقول الاسماء لعيبه، انا بقول اسماء كل اللعيبه، مش انا يمكن ما اقولش بعض الاسماء، لا في كلهم نجوم، كلهم اسماء الله. كل اللاعبين يستحقوا التهنئه على الوصول لنهائي افريقيا الحقيقه في خلال 6 شهور مرتين، اعتقد ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم السبت وتصبح مباراه تاريخيه زي ما حضرتك قلت وزي ما الجميع الحقيقه ينتظرها ان شاء الله. ان شاء الله مباراه تسعد الجماهير وتفرح جمهور النادي الاهلي، واحنا كلنا يعني بمختلف انتماءاتنا كلنا خلف النادي الاهلي وممثل كره القدم المصريه، واللي كلنا طبعا ثقه في لاعبين لعيبه النادي الاهلي، وكمان اداره النادي استاذ كابتن حمدي الخطيب، فان شاء الله يوفق النادي الاهلي ويوفق النادي الاهلي باذن الله، وفي تهنئه ان شاء الله معاك مره ثانيه باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا كابتن علي، اهم ماتش علقت ليه للنادي الاهلي خلال فتره تعليقك الكبيره جدا خلال فتره؟ لا انا علقت نهائيات كتيره يعني، بس انا بعتز قوي بكاس عالم الانديه. كاس العالم للانديه. ليا الحظ ان انا اعلق للاهلي كاس عالم الانديه في كاس، فيمكن فتره الكاس عالم الانديه دي كانت بالنسبه لي كانت يعني مباريات مهمه، وكانت الملعب برده كان وحش، كانت تعلم الملعب. ايوه. والجمهور حقيقه كان الجمهور المصري في الدوحه
يعني كان مميز قوي كمان، ادى جو حلو قوي. احنا ان شاء الله في انتظارهم ان شاء الله يعني باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن علي، وان شاء الله كل التوفيق في التعليق على ليك وبالتوفيق ليك. ربنا يخليك يا كابتن علي. شكرا جزيلا كابتن علي محمد علي، رسميا هو اللي هيعلق على مباراة النادي الأهلي والكايزر تشيفز في النهائي دوري الأبطال. وزي ما حضراتكم سمعتوا كل واحد بيبقى ليه طريقة تحضير، كل واحد كابتن علي بيحضر عشان يعلق ازاي، اللاعبين بيحضروا عشان يلعبوا ازاي، الجهاز الفني بيحضر يشوف هيلعب بأنهي طريقة، مجلس الإدارة بيحضر كل الراحة لكل اللاعبين عشان يقدروا يكسبوا المباراة، الجمهور بيساند وبيؤازر اللاعبين، كل واحد بيحضر في مكانه. احنا هنا دورنا ان احنا ننقل لحضراتكم كل ما يحدث. ان شاء الله من بكرة هتشوفوا تغطية رائعة الحقيقة للنادي الأهلي، رائعة بما يتناسب مع الوضع اللي بيحصل. لازم يكون اللاعبين عارفين ان هم بيلعبوا المباراة النهائية، مش بيلعبوا مع فريق اقل منهم، ده مش صحيح. خدوا بال حضراتكم الكلام ده هو اللي بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، دايما بيروحوا للنقطة دي لانها نقطة انت مش عارف تخش ازاي، انت مش عارف توصل للنادي الاهلي ازاي، فدايما بتروح للنقطة دي. معلش انا اسف ان انا بكرر الكلام امبارح النهاردة وبكرة وبعده، لان هذه هي حقيقة نهائي دوري الابطال، دوري صعب، مباراة صعبة جدا جدا جدا. لازم اللاعبين اللي هيلعبوا 11 والسبعة اللي قاعدين بره يبقوا مركزين 200%، علشان مش التركيز اللي يخليك تطلع بره المباراة، ولكن تبقى مركز عشان لما تلعب عارف ان وراك 70 80 مليون اهلاوي مستنيين هذه المباراة. عارف حضرتك كل اللاعبين اللي موجودين عندهم مسؤولية كبيرة جدا جدا في هذه المباراة، ولكن خبرتهم الكبيرة تقدر تخليهم ازاي يتعاملوا في الملعب مع مثل هذه المباريات. معظم اللاعبين دلوقتي لعبوا نهائي دوري ابطال، ولعبوا في كاس العالم للانديه، ولعبوا هنا ولعبوا هنا، ولعبوا في دوري الابطال السنه اللي فاتت، فبالتالي الخبره زادت. عشان كده انا شايف ان التركيز رائع جدا. زي ما قلت لحضراتكم امبارح لما دخل فينا الجون من المقصه كلنا قاعدين مفيش مشكله مطمنين بسبب اداء النادي الاهلي، بسبب ان كل اللاعبين اللي موجودين عندهم خبره كبيره، وواضح في الملعب ان هم مستريحين مش مضغوطين، عشان كده قدرت تجيب الاول تتعادل وتجيب الثاني وتجيب الثالث وتجيب الرابع لغايه لما عملت هذا الشكل الرائع في هذه المباراه، عشان نحضر بقى للي جاي. ان شاء الله بكره اللعيبه هتسافر ان شاء الله. بمناسبه وانا بتكلم على ماتش مصر المقص، الله العظيم الواحد بيشوف حاجات اليومين دول. طيب بيتقال دايما او اتقال امبارح بعد المباراه من البعض، يعني قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه الهدف اللي جابه محمد شريف فاول. هاته لنا كده يا سمير لو سمحت، لو عندك الهدف الاول اللي جابه محمد سمير فاول. انا ما اعرفش الحقيقه الناس اللي بتقول هذا الكلام، هل حضراتكم بتتفرجوا على كريستيانو رونالدو وهو بيلعب؟ هل حضراتكم بتتفرجوا على ابريموفيتش لما بيلعب بدماغه؟ اهو بص حضرتك، شريف جاي من ورا طالع لفوق ناطط حاطط هدف رائع بعد اوفر رائع من علي معلول. الحقيقه انا معلش انا عشان يعني منحاز للباكات شويه، اللي عمله علي معلول ده حاجه صعبه جدا. خدوا بال حضراتكم، بص ايد محمد شريف فين؟ ايده جنبه طالع حاطط ال 10 على 10 الحقيقه. وخلي بال حضراتكم، ما هو لازم اللي بيتكلم، المفروض ان اللي بيتكلم لو لعيب كوره يبقى اهو. اشكرك جدا يا سمير، اشكرك جدا 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 على اللقطه دي. على فكره الهدف ده كان امام سامدوريا واتحسب. الظاهر ان الحكام في اوروبا اهو، بالظبط بالظبط اللعبه هي هي، بالظبط اللعبه تحس ان مفيش اي تغيير. سبحانك يا رب. ده محمد شريف وده كريستيانو رونالدو، فكريستيانو رونالدو تبقى ليه حلوه، لكن محمد شريف عشان الاهلي فتبقى ليه وحش اهو. حمد بص يعني ايد محمد شريف بعيده عن مودي اعتقد المدافع المقص، الراجل طالع برجله حاطط رجله 10 على 10 في الهواء ناطط 2 متر زياده، او يعني شويه حوالي كتير شويه كتير فوق المدافع، اللي انا من وجهه نظري هو اخطا في اللعبه دي. فمحمد ركب الكره وحطها بالظبط اهو، كريستيانو رونالدو ومحمد شريف. انا هنا ما بقولش ان محمد شريف زي كريستيانو رونالدو ورونالدو زي كريستيانو وزي محمد شريف، انا ما بقدرش اقول كده. محمد شريف في مكان وكريستيانو رونالدو ده في حته تانية خالص، ولكن دي لعبه شبه اللعبه دي. كريستيانو رونالدو بيحرز هدف وبيتم احتسابه وبيجيب لليوفي 3 نقاط امام سامدوريا في الدوري،
هنا محمد شريف بيجيب ثلاث نقاط للنادي الاهلي، وده كان الهدف الاول اللي رجعنا في المباراه مره تانية. لمحمد شريف يقول لك فاول، ولكن لكريستيانو يقول لك لا، يعني كريستيانو ده العظيم، ده القوي، ده الكبير، هو فعلا العظيم والقوي والكبير في كره القدم، ولكن الكره زي امام حضراتكم اهو، شايفين محمد شريف بيحطها ازاي وشايفين رونالدو بيحطها ازاي، احكموا انتوا بقى. انا مش هتكلم، انا مش عايز الحقيقه اتكلم في حاجات لا تخص المباريات القادمه، لكن يعني واحنا بنتكلم كده واحنا بنتابع ما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي، شفنا ان في البعض طبعا ما بيشجعوش النادي الاهلي، راحوا لهذا الكلام، قال لك الهدف الاول اللي فتح المباراه ورجع النادي الاهلي هو هدف غير صحيح لانه فاول. وللاسف الشديد ما اعرفش الحقيقه، يعني الناس دي وهي بتتكلم ما بتاخدش بالها او بتتناسى او لمجرد ان الناس كتيره تعمل لايك على الصفحات او كذا او كذا. انا الحقيقه ببقى يعني متضايق جدا لما بيبقى ليك حق. بنقول انا بتكلم على بشكل عام، ما بتكلمش على حد، انا بتكلم بشكل عام، لما بيبقى ليك حق بنقول، لكن بهذا الشكل هدف صحيح 100% لمحمد شريف، وهدف صحيح بالمناسبه لرونالدو امام سامدوريا. وبالتالي انا برضو مره تانية ما بشبهش رونالدو بمحمد شريف او شريف بمحمد رونالدو برونالدو، لانه الفارق كبير جدا، لانه رونالدو اكبر سنا وخبره كبيره جدا ومهاريا وكل حاجه. الحقيقه رونالدو طبعا عظيم، او واحد من افضل واهم لاعبي كره القدم في العالم في العشر سنين الاخيره. نتمنى ان محمد شريف يصل الى ما نص حتى ما يصل اليه رونالدو، لان محمد شريف نفسه هو اللي بيقول هذا الكلام. فالحقيقه من الواضح ان لا، خدوا بالكم وانتم بتتكلموا ان محدش هيسيب كلمه حضراتكم بتقولها، ولكن دايما بطريقتنا وبطريقه النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اخبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ابدا بالاخبار اللي عندنا النهارده، وعايز اوري حضراتكم لعيبه نادي كايزر تشيفز بيتكلموا ازاي، والمتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز بيتكلموا ازاي عن هذه المباراه. خلي بال حضراتكم، المباراه دي بالنسبه لهم هي الاهم في تاريخهم وفي تاريخ حياتهم وكل حاجه. فبالنسبه لهم هم المباراه دي هي حرب على ارض الملعب، مش حرب، حرب في ارض الملعب. انا عايز اكسب النادي الاهلي، عايز اكسب النادي الاهلي باي طريقه، هي دي وجهه نظرهم. وخليني اقول لحضراتكم وهقرا لكم الخبر زي ما هو، مش هغير فيه حاجه. لاعب نادي كايزر تشيفز بيقول الاهلي بيعتبر عقبه ونريد وضع نجمه على امرسنا. اكد ليبوجانج مانيما لاعب كايزر تشيفز الجنوب افريقي ان النادي الاهلي يعتبر بمثابه العقبه، مشيرا الى ان فريقه يريد وضع النجمه على قميصهم بالتتويج ببطولة دوري الأبطال. وقال أيضا مانيما في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق الجنوب إفريقي: نعلم أن الأهلي تحت قيادة جهاز فني من جنوب أفريقيا، مدربين لعبنا ضدهم وبعض المدربين الذين عملنا معهم، وأضاف: معظمنا على دراية بالجهاز التدريبي، الأشخاص الطيبون ومدربين كبار الذين لديهم طريقتهم الخاصة، مدربين قاموا بعمل جيد في التدريب خلال مسيرتهم المهنية، نحن كتاب مفتوح لأننا لعبنا مرات عديدة ضدهم، نحن نتطلع إلى البطولة وأعلم أنها ستكون مثيرة جدا، إنهم أفضل بكثير، لكن النهائي هو نهائي، وده دايما اللي بتكلم فيه مع حضراتكم، وكل شيء يتعلق بمن يريد اللقب أكثر، وسنذهب للحصول عليه والاستمتاع بكل لحظة. طيب، متحدث اسم كايزر تشيفز قال إيه؟ ده تصريح طالع من المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز: سنصدم افريقيا وسنحقق لقب الابطال امام النادي الاهلي. تحدث فينا مفيوزا المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي عن مواجهه فريقه لنظيره الاهلي السبت في المغرب بنهائي دوري الابطال. قال مفيوزا في تصريحات صحفيه: نخطط لمفاجاه الاهلي في النهائي، نحن فريق نتميز بالذكاء وجاهزين للفوز على الأهلي، سنخرج من المباراة فائزين وسنحدث صدمة للجميع في أفريقيا. أضاف:
لم نتأهل لنهائي دوري الأبطال بالصدفة، وجاهزون لمواجهة الفريق الأقوى بالقارة، وهذا حافز كبير لنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء. هي دي التصريحات اللي دايما بيتكلم عنها أو بيتكلم فيها سواء لاعبين في كايزر تشيفز أو حتى المتحدث الإعلامي أو الرسمي لنادي كايزر تشيفز. زي ما حضراتكم شايفين المباراة واخدة اتجاه غير الحملات الطمأنة اللي طالعة، غير حملات الطمأنة اللي طالعة. بالمناسبة وأنا بتكلم كده ممكن تقولوا لي أنت أصل هتشد اللعيبة، لا أنا ما بشدش اللعيبة، اللعيبة دي عندها خبرة كويسة جدا تخليها، لعيبة نادي الأهلي يعني عندها خبرة كويسة جدا تخليها تعرف إزاي تلعب مثل هذه المباريات. وفي الجزء الثاني بعد قليل هيكون معايا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار اللي احترف في المانيا واحترف وعمل مشوار كبير جدا في الاحتراف، كابتن محمد عبد العظيم عظيمه. هنتكلم معاه في كل هذه الامور وكيف يتخطى النادي الاهلي هذه المباراه التاريخيه. خلينا بقى نكمل بقيه الاخبار اللي معانا. ايضا كابتن خالد بيبو بيتحدث عن استراتيجيه العمل في الموسم الجديد. كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان او بيتحدث عن استراتيجيه لشكل القطاع خلال الفتره القادمه في النادي الاهلي. وكابتن خالد بيبو الحقيقه ظهر بشكل رائع جدا القطاع بالكامل. احنا لما بنقول كابتن خالد بيبو يعني بنقول المدير الفني اللي موجود التشيكي وبقيه المديرين الفنيين اللي ماسكين كل الفرق. كابتن خالد بيبو في القطاع ماشيين بشكل جيد جدا، نتمنى استمرار هذه النهضه الرائعه والكبيره جدا في قطاعات الناشئين اللي واضحه خلال الموسم السابق. قال كابتن بيبو ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتواصل معه باستمرار للاطمئنان على سير العمل في القطاع، وقال ان هناك خطه مدروسه لفتره الاعداد سيتم تنفيذها خلال الايام المقبله. ايضا تدريبات بدنيه لفريقي 2001 و2003 داخل صاله الكاراتيه بالنادي الاهلي. تدريبات زي ما قلت لحضراتكم بقى ده استكمالا للموضوع ان هيبقى فيه خلال الفتره القادمه شكل معين للتدريبات بدنيه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي بقياده المدير الفني التشيكي. زي ما حضراتكم شايفين الصوره امامنا، مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين هو بيحرص بنفسه انه يكون متواجد في مثل هذه التدريبات البدنيه القويه اللي بالمناسبه الكل بيأسس عليها. فتره الاعداد الكل بيأسس على فتره الاعداد. أفشة ومحمد شريف يزوران نادي امبي النهارده، لفته رائعه الحقيقه من النجوم كابتن محمد مجدي أفشة وكابتن محمد شريف. راحوا زي ما حضراتكم شايفين زاروا نادي امبي اللي هم كانوا خارجين منه مع كابتن حلمي طولان وكابتن عبد الناصر محمد. الحقيقه كابتن حلمي راجل محترم جدا جدا جدا، وكابتن عبد الناصر، كل نادي امبي ناس محترمه، وحرص الحقيقه أفشة ومحمد شريف على التواجد في نادي امبي وزيارتهم خلال الفترة يعني والطمأنة عليهم خلال الفترة السابقة. طيب يعني ما عندناش أخبار تانية، ولكن حبيت بس أوري لحضراتكم كيفية تفكير بعض اللاعبين والمتحدث الإعلامي باسم نادي كايزر تشيفز بيفكروا إزاي وشايفين المباراة القادمة إزاي. لازم نفكر زيهم وأعلى منهم كمان علشان إحنا كجمهور بقى وإحنا كإعلاميين وإحنا كمساندين للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي كان في راحة النهاردة، بكرة تمرينة وهيسافر. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الأهلي ونرجع نكمل بقى، أو بعد كده هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير اللي هيكون ضيفنا النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة، النجم الكبير كابتن محمد عبد العظيم المدير الفني السابق لنادي مصر المقصة وأحد نجوم الأهلي في جيله الكبير. نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الأهلي ثم فاصل ثم كابتن محمد عبد العظيم في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير والمدير الفني السابق لنادي مصر المقصة واحد اهم اللاعبين في جيل ذهبي رائع. الحقيقه كل اجيال النادي الاهلي ذهبيه ولكن هذا الجيل كان جيل رائع. كابتن محمد عبد العظيم، ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا يا كابتن اسلام، تشرف ومنور. الله يخليك، متشكرين جدا طبعا على الاستضافه طبعا، وانا مبسوط جدا ان انا موجود في البيت الكبير. طبعا بيتنا. طبعا بيتنا كبير طبعا قناه النادي الاهلي يعني. طبعا كابتن محمد عبد العظيم
طريق طويل من الكفاح وبناء الذات في أوروبا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتن عظيمة. يعني تاريخ كبير جدا في أوروبا ومع النادي الأهلي وفي أوروبا، وحتى لما رجعت أعتقد كانت المرة الأولى اللي حضرتك تمسك فيها مصر المقص. في مصر يعني. في البداية بس يا كابتن إسلام أنا أحب برضو أشكر فريق الإعداد على المقدمة الجميلة دي بصراحة، اللي فكرتني ورجعتني ذكريات جميلة قبل كده. طبعا طبعا دي تاني مرة اشتغل فيها في مصر، اول مرة او تالت مرة كمان. اول مرة اشتغلت مع النادي الاهلي في الشباب والناشئين، في قطاع الناشئين يعني، وعملنا شغل كويس جدا مع فريق الشباب والناشئين. بعد كده اشتغلت مدرب عام مع النادي الاهلي الفريق الاول، ودي المرة الثالثة ان انا اشتغل فيها. اول مرة مدير فني، اول مرة مدير فني في مصر. انما طبعا بفضل الله عليا يعني دايما شغل كله مدير فني في كل حتة اشتغلت فيها كان خارج مصر. انما طبعا انا اشتغلت مدرب عام فقط بس عشان خاطر النادي الاهلي طبعا. انما انا بحب طبعا الابداع واحب شغل كويس، ودايما بحب يعني اطلع شغلي كرجل اول. يبقى برضو بتقدر تبدع اكتر، بتبدا يبقى عندك مساحه اكتر، فكرك وفلسفتك بتقدر تنفذها على الواقع اكتر. انما لما النادي الاهلي جابني كمدرب عام ما قدرتش اقول طبعا لا. طبعا كابتن العظيم برضو فتره طويله في اوروبا، عشان نعلم الشباب الصغير ازاي محمد عبد العظيم وصل لكل هذه الانديه وكل هذه النجاحات اللي اتحققت في اوروبا. لا هو طبعا يعني انا عايز ابدا من امبارح بس يعني فضل. مش عايز قبل كده، انا عايز اتكلم على يعني شفنا كذا لاعب في البطوله الاوروبيه، شفنا منهم لاعب الايطالي 37 سنه كليني 37 سنه، ده بدا مع الفريق الاولمبي، خد بطوله الاولمبياد سنه 2002 او 2003 حاجه زي كده مع فرقته، لعب في اليوفنتوس بطولات كتيره جدا. النهارده 37 سنه بيأدي من اول دقيقه في البطوله لغايه اخر دقيقه امبارح. عارف اللعبه اللي بالمناسبه، انا اسف ان انا هقطعك، بس اللعبه اللي كسبت ايطاليا ايه؟ اللي هو عدى منه ومسكه طبعا كليني لما مسكه طبعا دي في اخر 17 اخر 3 دقايق في الدقيقه دي طبعا خبره. رونالدو 36 37 سنه 35 36 سنه النهارده بيدي. انا عايز اقول بس ان هم الرساله الاثنين للادارات، الادارات الكرويه يعني اللي موجوده في مصر، اول حاجه يعني ما تحاولش تحدد عمر اللاعب. طول ما اللاعب بيدي اديله عقود، لاعبه اديله هيديك اكتر، لان لما يكون عنده خبره زائد الناحيه البدنيه بتاعته كويسه هيفيدك اكتر. بالنسبه للاعب برضو شفنا رونالدو، شفنا كليني، شفنا ميسي لغايه دلوقتي. حتى ميسي دلوقتي ميسي برضو لغايه دلوقتي واخد احسن لاعب في امريكا الجنوبيه وهداف واحسن اسيست، يعني حاجات ارقام كتير جدا عند ميسي وهو دلوقتي 34 او 35 سنه حاجه زي كده. عايز اقول للاعب المصري اهتم كويس جدا بصحتك، بنومك، بحياتك، هتلعب اكتر. بالنسبه طبعا للاعبين الشباب الصغيرين، اول حاجه دايما انا بتعلمها مهمه جدا، بنعلمها طبعا للشباب الصغير وبنعلمها لكل الناس، نام كويس وكل كويس. هتفرق كتير جدا، واسمع كلام المدرب وابدع. فالحاجات دي كلها طبعا هتفرق معاه في المستقبل. كابتن امبارح، خليني اروح برضو لامبارح ومباراه الاهلي والمقصه. شفت هذه المباراه ازاي وحضرتك كنت يعني ماسك فريق مصر المقصه ودلوقتي الكابتن محمد عبد الجليل هو اللي متواجد، شفت هذه المباراه ازاي في ظل ان المقصه كان متقدم ثم تعادل النادي الاهلي ثم فاز النادي الاهلي برباعيه؟ في البدايه برضو يا كابتن اسلام بعد اذنك يعني خليني طبعا احيي طبعا مجلس اداره نادي المقصه والجهاز الفني اللي متواجد حاليا، لان اشتغلت معهم حوالي 3 شهور، والثلاث شهور دول قدرنا ان احنا يعني نحقق الهدف اللي كان مطلوب او المرجو. بشكرهم كلهم طبعا، طبعا بشكر اللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل الناس اللي اشتغلوا معايا. نرجع لمباراه امبارح، انا شايف ان كانت مباراه كويسه جدا. اللاعبين كابتن محمد عبد الجليل طبعا صديق عزيز وزميل طبعا في النادي الاهلي قبل ما سافر ومنتخب، ولغايه دلوقتي تربطني بيها علاقه كويسه جدا. طبعا كابتن عبد الجليل عمل مباراه كويسه في الشوط الاولاني، الشوط الثاني طبعا يعني خبرات النادي الاهلي قدرت هي اللي تحسم الامور. ايوه زي ما احنا شايفين طبعا كان في تقدم 1-0 لنادي المقصه، وبعد كده الاهلي قدر ان هو يعني يفك الطلاسم دي، وبعد كده محمد شريف برده ما شاء الله عليه في بعض الاهداف انا شايف ان هي برده يعني كان فيها برضو شك شويه، يعني برضو في 2-3 تسلل حاجه زي كده،
دول كانوا ممكن يتحسبوا برضو. انما اللي انا شايفه ان النادي الاهلي كان بيلعب كره جماعيه، خصوصا الشوط الثاني بيلعب بجرأه وبيلعب بسرعه، وخصوصا في الثلث الاخير. ايوه طبعا النادي المقصة يعني نقول له هارد لك، وان شاء الله في الفتره اللي جايه اكيد يعني انا شايف انها برضو صعبه بالنسبه للنادي مصر المقصة، مش في دوري السنه دي، انا بتكلم بصفه عامه يعني. انما انا طبعا مجلس الاداره والناس القائمين على نادي مصر المقصة انا متاكد ان هم يقدروا ان شاء الله يعني يحلوا الازمات دي بسرعه، لانهم اهلا لذلك. وعلى فكره كمان هم عندهم خبرات كويسه جدا، والناس بتتعامل مع الناس كلها باحترام، فان شاء الله ربنا طبعا يكرمهم في الفتره القادمه. بعد مباراه الزمالك وهزيمه مصر المقاصه بهدف مقابل شيء، اعتقد ان دي كانت اللحظه الفارقه في استقاله كابتن محمد. لا خالص خالص انا كنت متفق طبعا مع الكابتن وليد هويدي اللي هو حاليا يعتبر نائب الرئيس، وزائد ان هو مدير الكوره. ايوه فطبعا كنا متفقين ان بعد المباراه ان هي تكون اخر يعني مباراه ليا، بغض النظر عن النتيجه خالص، لان احنا يعني حتى لو كان المقصه كسب، حتى لو كان كسب، لان كانت الظروف الماليه صعبه جدا، هو طبعا عارفين الكلام ده كله. النادي في مصر المقصه يعني عندهم مشاكل ماليه كبيره جدا، ليهم طبعا لهم فلوس خارجيه كتير جدا بيحاولوا يلموها في الفتره دي، انما للاسف في حاجات معطلهم شويه، عاملهم اعاقه شويه كده يعني في الناحيه الماليه. فيعني انا شفت ان احنا خلاص قدرنا حطينا او الهدف بتاعنا قدرنا نحققه، ان هو التواجد طبعا في الدوري والحاجات دي كلها. فقلت خلاص يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه نبدا نعمل شغل كويس في اي مكان تاني يعني. هل من الممكن ان احنا نشوف كابتن عظيمه خلال الفتره اللي جايه في اي نادي هنا في مصر وبره مصر؟ بتفكر في ايه؟ والله في كده قدامي كده وفي كده، فانا طبعا الافضل ان شاء الله رب العالمين يعني نستخير ربنا كده، ونشوف الفرقه اللي هي فعلا هتقدر تحقق لي طموحاتي، ان شاء الله نكون موجودين فيها. في جات لي عروض طبعا داخليه وعروض خارجيه يعني، فان شاء الله الانسب بدرسها في الفتره اللي جايه دي، والانسب ان شاء الله نكون متواجدين معاهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عظيمه خلينا نروح بقى للنهائي الافريقي. وهذه المباراه الهامه جدا اللي بيحاول البعض ان هو يقلل من اهميه هذه المباراه، او مش من اهميه المباراه انا اسف، من اهميه الفريق اللي بيلعب قدامك. المباراه مهمه جدا، ولازم نبقى عارف النادي الاهلي ان دي مباراه العشره ان شاء الله رب العالمين، البطوله العشره للنادي الاهلي. بالنسبه طبعا لفرقه كازر تشيف، فريق كويس، نعم الثامن في الدوري دلوقتي، انما هو مركز كل تركيز كله في بطوله افريقيا، ان هي تعتبر مباراه تاريخيه ليه. جايبين بكاستر بقاله تقريبا شهر او شهر ونص معاهم، ده مدرب كويس جدا، كان ماسك فرقه منتخب جنوب افريقيا اللي كسبونا وطلعونا في دور ال 16 هنا، كسب مصر. فهو ممكن يكون جاي متفائل شويه. انا هقول لحضرتك على حاجه، الماتش بتاع يوم السبت ان شاء الله هتلاقيه هو نفس الماتش بتاع امبارح، ايطاليا وانجلترا. المدرسه الانجليزيه هتلاقيها متواجده في كازا تشيف لعب نفس الشغل بتاع اللي عملته انجلترا ضد ايطاليا امبارح، عملته ضد الوداد. وفعلا قدروا ان هم يكسبوا 1-0 عن طريق كونتر اتاك بتاع نوركوفيتش تقريبا، وبعدين 90 دقيقه بداوا يقفوا قدام الجون، يقفوا صح حيطه حيطتين او ثلاثه خطوط، 5-4-1، سوري 3-5-2، وفي الحاله اللي بتكون الكره في نص ملعبهم بيلعبوا 5-4-1. فدي طبعا بتبقى زي ما حضرتك قلت وتفضلت، بقوا حطين، فصعب جدا. المطلوب بقى من النادي الاهلي الاستحواذ الكويس، استغلال الفرص، الصبر مهم جدا، والهدوء، ونخلي بالنا، والتامين الدفاعي لمده 90 دقيقه او طول المباراه، لان هم عندهم بيعملوا الكونتر اتاك كويس جدا جدا عن طريق لاعب اسمه كاسترو، لاعب كويس جدا، ونوكوفيتش احسن واحد من احسن الناس اللي فيهم، من احسن اللي يعني موجوده فيهم. طبعا عندهم حارس مرمى كويس، عندهم اثنين في القلب مدافعين كويسين، كادوزو ومدافع تمام اقوياء، يعني فرقه كويسه، فرقه مش سهله جدا، مش سهله خالص. انما النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين بالخبرات والروح اللي موجوده عند النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، وطبعا انا شايف ان موسيماني مهم جدا جدا طبعا ان هو متواجد في المباراه دي، ليه؟ كان من جنوب افريقيا يعني حافظ الفرقه كويس جدا. وانا كان سؤالي اللي جاي، هل هتفرق وجود موسيماني طبعا دارسهم وعارفهم وحافظ الكره بتاعتهم وحافظ لعيبتهم كويس جدا، فده طبعا هيسهل كتير جدا بالنسبه، طبعا المعلومات دي هتسهل كتير جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. عارف مزاياهم بيلعبوا ازاي والكلام ده كله، عارف عيوبهم الحاجات دي كلها. انما في اخر شهر ونص مع بيكاستر بيلعبوا هم الناحيه الدفاعيه عندهم كتله واحده، زي مباراه شفت امبارح انت، جابوا جون انجلترا، جابوا جون عن طريق شو،
وبعد كده وقفوا. بس طبعا دي حاجه مهمه جدا طبعا، انا شايف ان هي تكون حاجه بوزيتيف او حاجه ايجابيه للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي هيقوم بالفعل وهم يقوموا برد الفعل. امبارح انجلترا قامت لعبت 90 دقيقه برد فعل، مفيش فعل خالص. اللي كان بيقوم الفعل ايطاليا، وراحوا بفرص كتير جدا وكانوا ممكن يكسبوا المباراه بغض النظر عن ضربات ضربات الجزاء. فان شاء الله رب العالمين النادي الاهلي متفائلين ان هو يرجع لنا بالبطوله العاشره ان شاء الله. هل معنى ان الفريق بيلعب بشكل دفاعي ان هو فريق قليل؟ لا لا خالص. ما هو دلوقتي ايه هي الخطه؟ يعني باختصار كده ايه هي الخطه؟ اللي تلعب بيه اكسب بيه. يعني على حسب امكانيات اللعيبه اللي عندك. حسب ما انا بقول لحضرتك في كلمتين، اللي تلعب بيه اللي تكسب بيه العب بيه، اللي تكسب بيه العب بيه. يعني انت في فرقه امكانياتك انا عايز اكسب، ازاي بقى هدافع كويس واعمل كونتر اتاك، هلعب طويل، مهم جدا ان انا اكسب المباراه ازاي. طيب احنا دلوقتي عندنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه من الفرق الكبيره في افريقيا. عندهم فلسفتهم ان هم بيجيبوا دايما اهداف عن طريق الكره الهجمات المنظمه. يعني في فرق كده بيبدا من ورا لقدام، من ورا لقدام وقت منظمه، بيروح على ال 18 عرضيات دبل باص، بيخش بيجيب جوان. في فرقه ثانيه بتعمل بلوك، الفلسفه بتاعتها ان هي دفاعيه اكتر، زي اتلتيكو مدريد. ايوه خدوا بطوله الكاس الاوروبيه وهم بيلعب طريقه دفاعيه بحته. البرتغال اتلتيكو مدريد دوري في الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني. يعني وصلوا مش لا مش المره دي، وصلوا قبل كده كذا. انا بتكلم كمان على البرتغال في دوري الابطال في كاس الامم. البرتغال عنده مين؟ لا ما عندوش الناس اللي هي تبني له من تحت، والناس الصانع العربي يوديك وقف صح. عنده رونالدو بيروح عنده، يعني شفنا رونالدو عمل تقريبا حوالي 70 80 متر في حوالي 6 ثواني او 7 ثواني في جول جاب. كمان مش تقريباً. البطوله دي انا ما بتكلمش في البطوله، البطوله دي البطوله السابقه. ما دي الفلسفه، احنا بنتكلم بقى العامه على الفلسفه. صح. الفلسفه صح. العامه بتاعت ايطاليا ازاي تدافع كويس، تدافع كويس تكسب. ايوه يعني في فلسفه كده بتقول لك دافع كويس تكسب بطوله، تهاجم كويس تكسب مباراه. فدي فلسفه برضو من الفلسفات الاوروبيه اللي موجوده. ايطاليا بتدافع كويس طول عمرها، طول عمرها فلسفتها ومدرستها الدفاعيه. وواخدين كاس كام كاس عالم؟ 3 كاس عالم بهذه الطريقه، بهذه الطريقه واخدين 2 اوروبا بهذه الطريقه. يوفنتوس نفس الكلام، يوفنتوس بيلعب اليوفنتوس مع انه فرقه كبيره والكلام ده كله، بيلعب مثلا برشلونه، بيلعب ريال مدريد، بيعمل نفس الكلام الشغل بتاعه، بيوصل بيجيب جون وبيكسب. فدي برضه نوع من انواع الخططيه. نختلف بقى هنا، النادي الاهلي برشلونه الفرقه دي كلها بتبدا تلعب من تحت، هجمات منظمه بتوصل كتير على الجول. فيعني هو ده الفرق. اذا مش معنى ان انا بلعب بشكل مقفل على نفسي كويس ان انا فريق وحش. لا بالعكس، انت كويس جدا لانه واقف صح. ما هو كسب الوداد الفريق الوداد، انا شفت الماتش كانوا مستعجلين شويه، راحوا اي نعم وصلوا، انما التانيين كانوا مقفلين كويس. كازر تشيفز مقفلين كويس جدا، الوداد راحوا بس ما عرفوش يجيبوا. لعبوا هناك برضه هناك في جنوب افريقيا، كانوا التانيين محتاجين بس ان هم يتعادلوا، وفعلا ان هم قدروا يحققوا الهدف بتاعهم وتعادلوا ووصلوا النهائي. مباراه مش سهله، مباراه صعبه، انما انا شايف النادي الاهلي اهل اهلا ليها ان شاء الله. مباراه صعبه ومباراه مهمه وكل حاجه، ولكن ازاي نقدر نشيل الضغط اللي على لعيبه النادي الاهلي؟ ما هو في نفس الوقت الناس تقول لك ايه، من امبارح الحقيقه هناك بعض الحملات اللي ماشيه في اتجاه، يعني يمكن حضرتك كمان بتقول لي ان في بعض الحاجات اللي حضرتك قريتها تخص طمأنة لعيبه النادي الاهلي، وان يا جماعه ده فريق كايزر تشيفز ده مش عارف فريق ايه وفريق ايه وكذا وكذا وكذا، ولكن يظل في النهايه ان هو وصل لنهاية افريقيا وله باع كبير، المدير الفني حتى له باع كبير في الكره الافريقيه، وبالتالي احنا ننتظر مباراه صعبه جدا ومباراه من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ كايزر تشيفز برضو يا كابتن عظيم. طبعا هو في طبعا في يعني في ناس بتحاول تقلل زي ما حضرتك قلت كده من اهميه الفرقه اللي احنا هنلعبها كازر تشيف. بيقول دايما هو تامن الدوري، يعني غير المدرب، ما عندهمش الخبرات. لا بالعكس، ده هو دلوقتي وجاي يعمل تاريخ لنفسه، مش خسران حاجه، يعني جاي يعمل تاريخ لنفسه. لو اتغلب هيقول لك ايه؟ هيقول لك هتغلبنا من النادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم الكبير زي ما قالوا على فكره النهارده. احنا برضو عندنا حاجات ايجابيه لازم نكون عارفينها، ان احنا رايحين نلعب طبعا في المغرب، المغرب دي لعبنا على ملعبها اكتر من مره، طبعا اكيد الجماهير المغربيه هتسندنا، طبعا الاجواء العربيه اللي موجوده، الحاجات دي كلها تفرق كتير جدا معانا. انا شايف برضو ان
موسيماني طبعا اكيد بيهيئ فرقته من الناحيه النفسيه كويس جدا من اهميه باهميه المباراه. ما انا كنت لسه اسالك ايه المطلوب من موسيماني بقى في مثل هذا التوقيت، ان انا رايح العب فريق البعض بيحاول ان يشكك في شكل الفريق اللي وصل لنهائي دوري الابطال، وفي نفس الوقت انا راجل من جنوب افريقيا وفي نفس الوقت انا عايز فرقتي تكسب. لا هو طبعا كذا حاجه، اول حاجه ان هو من جنوب افريقيا وعايز فرقته تكسب، هو بيحاول بقدر الامكان يعمل تاريخ لنفسه بحيث ان هو مستقبلا ممكن يمسك برضه منتخب جنوب افريقيا، ليه لا يعني، هو بيعمل تاريخ. وبعدين هو دلوقتي احنا في عصر الاحتراف، هو دلوقتي برضه ماسك فرقه النادي الاهلي، النادي الاهلي مدياله قيمته طبعا كمدرب عالي على مستوى عالي طبعا. موسيماني طبعا هيحاول بقدر الامكان يشيل الضغوط من على لعيبه النادي الاهلي، هيحاول المفروض يعني ان هو يهيئهم من الناحيه النفسيه، ان هو دايما يشوف يعني يخليهم يتفائلوا، يوريهم قد ايه هم فرقه كويسه، نادي عنده تاريخ، دي مش اول مره نلعب في البطوله دي يعني. لا احنا هم لسه لاعبين برضه، خلي بالك قريب ست شهور. ايوه طبعا، ولاعب وودر برضه في ضغوط، كان برضه لعبه طبعا ضد نادي الزمالك في نهائي السنه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت، فالامور والضغوط دي حتى يعتبر بنفس اللعيبه، فاللعيبه برضه واخدين على نفس الضغوط، اللعيبه عارفين قد ايه هم ان شاء الله لما بيرجعوا بالبطوله الناس كلها بتستقبلهم ازاي. طبعا الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا. كيفيه تحقيق التوازن بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ما بين عدم الذهاب الى التركيز اللي هو يطلعك، وحضرتك فاهم قصدي وفاهم كلامي، اللي يطلعك بره المباراه، وان انت تقلل من اهميه، ازاي يعمل التوازن ده؟ التوازن يخليه موجود زي ما هو شغال بالظبط. ما يعني برضو ما يهولش، ايوه، وما يقللش. أيوة. زي ما هو شغال، ان انا اتكلم كتير واضغط على الفرقه كتير طبعا ده مش كويس، هيخلي الفرقه طبعا تتوتر يتسرعوا. لا بالعكس، في هدوء زي ما احنا شغالين، النادي الاهلي كبير، نادي الهدوء، نسبه الاستحواذ على فكره في الماتش ده تبقى بنسبه 70 ل 30% النادي الاهلي يعني. الاستحواذ، الاستحواذ اللي هو دايما باكستر بيسيبه للفريق المنافس. ايوه دايما. دايما هي دي 70 30%، بس زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان هو ممكن برضه يعني الكونتر اتاك والحاجات دي او الهجمات المرتده. انما بالنسبه لموسيماني انا شايف ان هو شخصيه كويسه جدا، متزنه جدا، هادي. شفته حتى في ماتش المقص اللي فات بعد هدف قفشه قد ايه استقبله وقد ايه قعدوا وحضنوا والحاجات دي. الحاجات دي بتفرق يا كابتن كتير جدا كمدير فني ولاعيب. علاقه اللاعب بالمدرب مهمه جدا جدا. اول حاجه لازم العلاقه تكون مبنيه على الصدق. في بين اللاعب والمدرب او المدرب واللاعب في صدق بين الاثنين، والامور في وضوح علشان يقدر يدي كل حاجه. ده مهم جدا بين الاثنين. الحاجه الثانيه كمان برضو العلاقه ان هي الانسانيه اللي بين الاثنين. مهم جدا عشان اعرف فكر اللاعب واللاعب يعرف فكر، مهم جدا يبقى العلاقه الانسانيه بين اللاعب والمدرب تكون كويسه او جيده. ده مهم. ده انا شفته امبارح حتى، كمان شفت حاجه كمان جميله عجبتني جدا. فرحه محمد شريف بهدف ما تعرفش. يعني لما شفته جري كده حوالي هدف جون حلو قوي جميل جدا. بس قد ايه الفرحه موجوده والروح دي موجوده بين لعيبه النادي الاهلي. هتفرق كتير جدا صدقني. الفرحه ان هم يحبوا بعض دي مهم جدا جدا. وده دايما هتلاقيها في الملعب. فالحاجات دي جدا جدا يعني بص هو عمل ثلاث حاجات. هدف طب لا وبص وشاطها كويس جدا. ده هايل. هايل هايل يعني. هو شايف محمد شريف الناس فاكره هو اللي جاب الجون، لا ده هو راح لمجدي قفشه علشان يشيله. فدي برضو الحاجات الصغيره دي مهمه جدا بين كفريق. هل ده كلام حقيقي يا كابتن ولا احنا مجرد ان احنا قاعدين بنقوله خلاص؟ يعني انت حضرتك مدير فني كبير وشفت ده جوه وبره، هل ده يعني هل اللي احنا بنقوله ده بنبالغ ولا هو ده طبيعي في اي فريق ولا ايه؟ اللي هو الفرحه وان الناس تبقى بعض، الحاجات دي بتفرق يعني. طبعا الناس تقول لك انتوا بتتكلموا اصل بمثاليه زياده عن اللزوم. لا 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 بالعكس. الفريق اصل انت دلوقتي دي لعبه كره قدم، لعبه كره القدم زيها زي الالعاب الجماعيه. مهم جدا الحب الفريق يعني، لو ما كانش فيه روح الفريق مع بعض هتبقى في فجوه. انما لو واحد بيلعب سباحه او بيلعب تنس فدايما تركيزه كله لنفسه يعني، انما انت بتلعب كره او لعبه جماعيه فتلاقي مهم جدا مش 11 بس اللي بيلعبوا، لا 18 30 واحد، الجهاز الفني والاداري والطب والعمال كل دول بيبقوا في مركبه، النادي كله بيبقى على منظومه واحده. كل ما بتوسع المنظومه كل ما بتبقى بتلقى نجاح اكتر. فمهم جدا طبعا سلام، تعظيم سلام. هي دي والله تعظيم سلام لموسيماني بصراحه يعني، عشان لاعب يروح للنادي لمدربه يعمل له كده، تعظيم سلام طبعا. وهو بيبادله نفس التحيه يعني، تمام حاجه يعني جميله جدا. طب بص اقول لك على حاجه، العلاقه اللي بين الاثنين دول علاقه شفافه بحته،
بدون اي مجاملات وبدون اي تزويد. أيوة. كلها العلاقه اللي بين الاثنين علاقه لقطه جميله، علاقه انسانيه بين مدرب ولاعب. انا بروح يسلم عليه بقول له انت مدرب انا بحترمك، انت على هايل. وده بيقول له انت مبدع، جبت جول من الاهداف اللي انا ما بشوفهاش كتير، تحيه سلام لي او تعظيم سلام ليك وتعظيم سلام ليك. والحكام طبعا مبسوطين باللقطه. طبعا لانها لقطه حلوه. ايوه حاجه جميله بصراحه، وان شاء الله نشوف اللقطه دي كمان يوم السبت ان شاء الله. طيب خلينا قبل بس ما نطلع فاصل نروح لاحد اللاعبين ايضا اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي لفتره قصيره ولكنه ادى ما عليه خلال هذه الفتره، وحاليا كابتن نادي مصر المقصه النجم الكبير كابتن هشام محمد. هشام ازيك يا حبيبي؟ تمام. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. اولا هارد لك امبارح في مباراه الاهلي والخساره 4-1، شوط اول رائع جدا من مصر المقصه، الشوط الثاني يعني كابتن عظيم لسه كان بيتكلم بيقول ان خبرات النادي الاهلي تفوقت على خبرات مصر المقصه طبعا، وبحيي وكابتن عبد العظيم كابتن محمد عايز يحييك. ربنا يخليك طبعا يا كابتن، وبرحب بحضرتك وبرحب بكابتن عظيم. ربنا يخليك. والحمد لله يعني مبروك للنادي الاهلي وقدرات لينا، والماتش كان كويس من الفرقتين، واتمنى له التوفيق ان شاء الله في نهائي افريقيا. ايوه. هما بيمثلوا طبعا مصر وان شاء الله يرجعوا بالبطوله باذن الله. هشام المباراه امبارح الحقيقه انت كنت موجود في الملعب وقت احراز محمد مجدي قفشه الهدف، شفت الهدف الرائع الحقيقه. انا عارف ان انت ما كنتش بتفكر، ولكن حلاوه الهدف تخليك تبص له ازاي؟ هو طبعا الجول، لا الجول حلو طبعا يا كابتن اسلام. وهو كان عنده رؤيه، وهو قفشه السنه دي بصراحه مقدم مستوى كبير. ايوه. وبتمنى له التوفيق ويفضل مكمل على كده، والله يبقى في مكانه كبيره الفترات اللي جايه احسن من كده كمان يا رب ان شاء الله. شايف بقى المباراه النهائيه ازاي؟ الكل دلوقتي بينتظر او بينظر للمباراه النهائيه للنادي الاهلي امام كايزر تشيفز، شايف المباراه النهائيه دي ازاي في ظل الفريقين 50-50، الاهلي 50 وكايزر تشيفز 50، من وجهه نظرك شايفها ازاي؟ هو اكيد طبعا يا كابتن ماتش كبير ده لافريقيا، ف اكيد طبعا الماتش هيبقى صعب على الفريقين وبيبقى ليه حسابات خاصه. بس بتمنى طبعا ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله، وهم لعيبه انا شايف ان هم مستعدين كويس ومركزين الفتره اللي فاتت كويس، وفي البطوله الافريقيه كمان شاكرين بشكل كويس قوي. ايوه. فان شاء الله يبقى التوفيق معاهم، وان شاء الله يقدروا يفرحوا كل الشعب المصري باذن الله ويرجعوا بكاس البطوله ان شاء الله. يا رب. هشام معانا النهارده كابتن عظيمه طبعا. كابتن عظيمه كان المدير الفني لنادي مصر المقاصه لغايه مباراه الزمالك، تعامل محمد عبد العظيم مع اللاعبين، لان احنا دايما بنتكلم في الناحيه النفسيه والناحيه والعلاقه الانسانيه وعلاقته كمدير فني مع اللاعبين في مصر المقاصه، وانت كابتن فريق مصر المقاصه طبعا. طبعا انا طبعا كابتن عظيمه مربيني. ايوه. والراجل مرني وان انا 14 سنه. ايوه. ولي فضل كبير عليا طبعا، من مسكنا السنه دي كانت عظيمه على المستوى الفني طبعا، انا مش هتكلم عليه ولا اقدر اقيمه لان راجل ما شاء الله عليه يعني مدرب كبير وعنده خبرات كبيره واسمه كبير. ايوه. لكن على المستوى الاحترافي والانساني والاخلاقي حاجه جميله جدا 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 جدا. ايوه. اتعامل معانا كويس جدا جدا، وقضينا فتره كويسه قوي اللي فاتت، عملنا ماتشات كويسه معاه، واللعيبه كلها كانت مبسوطه في وجوده. هو بالنسبه لنا كان اخ كبير يعني، كل الناس كانت مرتاحه معاه واحنا بنشتغل بشكل كويس، وبس الظروف اللي حصلت شويه ما ساعدتش الكابتن. ايوه. بشكره على الفترة اللي فاتت، أنا كمان خاصة يعني على تعامله معايا وعلى دعمه ليا على طول. وشفت فضل الناشئين يا كابتن إسلام. أيوه. هو كان ليه فضل كبير عليا وعلى كل الجيل اللي معايا. هو راجل علمنا في الأول، كنت عارف كابتن تبقى مرحلة انتقالية شوية، مع 14 سنة تبدأ تلعب 11 ضد 11. فهو كان ليه فضل علينا كبير.
يعني لعيبات كتير واحترافي كبير، واحنا لسه مرحله سنيه صغيره. فانا بنتهز الفرصه النهارده وبشكره على كل حاجه حلوه عملها معايا وعملها مع زمايله، وبشكره على الفتره اللي قضاها معانا مع فريق مصر المقاصه، وكان تعزيمه مدرب كبير، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه في الدوري هنشوفه مع فرقه كبيره باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا هشام على وجودك معانا، كابتن هشام محمد كابتن نادي مصر المقاصه ولاعب النادي الاهلي السابق. اعتقد كلام محترم من كابتن النادي المصري. طبعا اولا طبعا انا بشكر هشام على المداخله الجميله دي والكلمات الرائعه. هشام مثال للاعب كره القدم. ايوه. كان هو عنده 13 سنه لما مسكت، 14 سنه في النادي الاهلي، هو اصغر سنه، هو مواليد 90. والفرقه الثانيه كانت 89 يعني بقيه الفرقه كانت 89. هشام كان من اللاعبين المميزين جدا جدا. مش هو بس يعني بصراحه، وشهاب كان 90 برضه، شهاب الدين احمد برضه كان مواليد 90، فكانوا بيلعبوا مع 89، فرقه على مستوى عالي جدا. هشام طول عمره ما شاء الله عليه، هشام لعيب من كل واحد تشوفه لغايه دلوقتي، حتى من بعد ما سبتهم فتره كبيره جدا رجعت دايما بحاول اطمن عليهم كلهم، فما شاء الله عليهم. هشام دايما بياخد نصيب الاكبر من الكلمات الرائعه بالنسبه لكل المدربين او كل اللاعبين اللي هم بيزاملوه. أيوه. مش في مصر المقاصه بس، كان في النادي الاهلي او في كل الانديه اللي لعب، كل الانديه اللي لعب فيها. فهشام ما شاء الله عليه، بقول له بالتوفيق يا هشام، ومتشكرين جدا على الكلمات الرائعه دي، وتحياتي ليك طبعا، وتحياتي للفريق والمجموعه اللي فعلا فرقه كويسه جدا، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه. فبقول له الف الف شكر على الكلمات الجميله دي. طب كابتن عظيم، خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن مباراه النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم، احنا خلال الثلاث ايام القادمه النهارده وبكره وبعده هيكون دايما كلامنا عن هذه المباراه الهامه جدا، مباراه النادي الاهلي ونادي كايزر تشيفز، بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عظيمه، حكم من بوروندي هو من سيدير هذه المباراه، حكم واسمه صعب قوي، فانا هقول هكتفي بالاسم الاول، باسيفيك. بس باسيفيك. هو اللي هيدير هذه المباراه لاول مره، اعتقد ان هو بيدير بالفعل، هو لاول مره يدير مباراه للنادي الاهلي، وكمان اي مباراه نهائيه في اي بطوله قاريه، وبالتالي هل ده سيؤثر ايجابا ام سلبا على الفريقين؟ لا، انا شايف ان هو يعني الحكم دايما، انا دايما يعني كمدرب ما بشيلش هم الحكام قوي، يعني دايما انا بركز تركيزي كله. ازاي يا كابتن؟ ده بيبقى ليهم دور كبير جدا. دور كبير، بس انا اول حاجه مش عايز اشغل فرقتي بالحكام. تمام. انا اركز يعني بيدي لا بيدي عمرو زي ما بيقولوا يعني. انا عايز اركز في شغلي، انا اللي بدير، انا اللي بشتغل، انا اللي بكسب. الحكام لو في، ما اعتقدش ان في حكم هيلعب نهائي دلوقتي، ممكن يكون متوتر بعض الشيء، انما لو في اي اخطاء هتبقى غالبا بنسبه 99% غير مقصوده، لان هو دلوقتي عايز يثبت وجوده. دلوقتي في كمان يعني في كنترول عليه من ناس كتير جدا، اذا كان في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، خصوصا ان ده نهائي. فانا يعني بتمنى له التوفيق، ومش عايزين نشغل بالنا بيهم قوي يعني الحاجات دي. دور المهاجمين في هذه المباراه اللي هي كايزر تشيفز، اعتقد هيبقى دور مهاجمي النادي الاهلي يعني. دور صعب جدا في ظل تقارب الخطوط والاجسام القويه والدفاع في كومباكت، اللي هو اسمه الدفاع الكتله الواحده او المتقارب، وبالتالي كيف المتقارب. تفكر انت كمدير فني بقى وتحط نفسك مكان موسيماني يعني؟ انا زي ما قلت لك في البدايه ان فرقه كايزر تشيف هتلعب زي ما انجلترا لعبت امبارح. اوكي. مهم جدا جدا ان انا التامين الدفاعي ال 90 دقيقه بالنسبه لي انا كموسيماني. هنتكلم دلوقتي عن التامين الدفاعي، ولكن الناحيه الهجوميه في ظل ما هو انا اقول لحضرتك التقارب الشديد والاجسام الكبيره. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، اول حاجه انا لازم ادرس الفرق اللي هتلاعبني. الفرق دي بتقف كويس ورا وبتعمل كونتر اتاك كويس، عندهم مزبوط. كاسترو وعندهم نوركوفيتش، الاثنين دول بيعملوا سبرنتات وبيروحوا على الجول، فمهم جدا ان انا يعني ما تغلاش او ما تغليش حاجه زي كده، يعني في ما فيش مغالاه، يعني ان هو يبقى الهجوم الكتير جدا جدا المكثف على حساب الناحيه الدفاعيه. مهم جدا ان انا اعمل استحواذ كويس جدا في نص الملعب،
اهدى، احاول العب من على الجناب كتير زي ما احنا شغالين في العرضيات. عندنا مجد قفشه شوت من بره 18. ممكن يحصل يا كابتن في ظل التكتل الكبير أيوة ده؟ ايوه بيحاول النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي واخدين على كده، واخدين كل الماتشات المباريات يعني 90% من مباريات النادي الاهلي في الدوري او في بطوله افريقيا كلهم بيلعبوا ضد دفاع متكتل ضد النادي الاهلي. أيوة. فالنادي الاهلي واخد على كده، ازاي يفتح اللعب وازاي يعمل عرضيات مهم جدا، ازاي يعمل اللي احنا شفناه الحاجات امبارح اللي احنا شفناها برضو اللي هي تشي باس اللي هم اتعملت خلف المهاجمين، الحاجات دي ممكن تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. الصبر مهم جدا جدا، الهدوء مهم جدا جدا، استغلال انصاف الفرص مهم جدا جدا. عندنا محمد شريف شغال كويس دلوقتي، عندنا برضو مجد قفشه برضو. بمناسبه محمد شريف، صحيفه جنوب افريكانز الجنوب افريقيا بتتكلم ان محمد شريف قد نعم مرشحه تقريبا قد يكون المرشح الاول لافضل لاعب داخل افريقيا يعني طبعا في هذه البطوله اذا النادي الاهلي فاز بهذه البطوله. وبالتالي ده دوافع شخصيه وفرديه مهمه جدا. طبعا جدا جدا، اولا هو لعيب كويس جدا ثابت وجوده زي ما احنا شفنا ان هو حابب الفرقه والفرقه حباه داخل وسط الفرقه، هداف من طراز رفيع قدر يثبت وجوده في الفتره الاخيره، طبعا راح اعاره ورجع تاني قدر يثبت وجوده، ده مهم جدا جدا بالنسبه طبعا ليه هو بالنسبه للنادي الاهلي مستقبلا كمان ان شاء الله. ربنا يعني يديله الصحه كده دايما ويعني يبعده عن الحاجات المعطله يعني. انما مهم جدا ان هو يركز في شغله زي ما هو شغال، حابب ان هو يجيب اهداف بيساعد زمايله وده مهم جدا جدا. الهداف ده عمله نادره. عندنا برضو في كمان احمد ياسر ريان برضو من سيراميكا عامل من ابناء النادي الاهلي برضو طبعا ما شاء الله عليه شغال. فانا شايف دي يعني بتمنى يعني وجهه نظر ممكن السنه الجايه يكون برضو موجود في النادي الاهلي لانه تقريبا طالع اعاره، فهتفرق كتير جدا محمد شريف وياسر. انما احمد ياسر ريان يعني، انما انا عايز اتكلم على شريف. عندنا عنده مباراه مهمه جدا وان شاء الله رب العالمين ربنا هيوفقه ويجيب لنا جول ولا حاجه كده في الماتش يا رب ان شاء الله. ولكن دور مجدي قفشه واضح جدا في الفرق. طبعا طبعا مجدي لعيب مهم جدا جدا يعني، هو حلقه الوصل بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه او وسط الملعب والناحيه الهجوميه، هو اللي بيوصل الناس. عنده ميزه كمان كويسه الرؤيه، عنده ميزه كمان الابداع، عنده الشوط اللي هو التسديد من خارج بره خارج ال 18. الحاجات دي كلها بتديله صفه كويسه جدا جدا وبتديله قيمه كويسه جدا جدا في الفرقه. بنتمنى له برضو التوفيق. وجاب جون على فكره طبعا شفناه من شويه، جاب جول امبارح هدف يعني علامه هي النظره بتاعته. بص يا كابتن انا يعني هو نظر طبعا في الضغط وخدها، بص البصه دي لو جابوها من قريب يعني شوف. يعني الاعاده الثانيه هتبان قوي. بص النظره هي الجول. وجهه نظري لا انا شايف طبعا هو تشوف لما ضغط على هشام هنا في الكره دي هو كان شايف محمود حمدي خارج ال 18 يعني قبل ما ياخد الكره خالص. لا بص يعني يا كابتن لما تيجي دلوقتي كان محضر بدري يعني هو مش دلوقتي، هو كان محضر بدري جدا يعني. شوف دلوقتي هو شايف دلوقتي هو كده مش باين يعني كده. لا وهو بيجري من نص الملعب عارف ان في محمود حمدي خارج ال 18 دلوقتي اتاكد ان هو خارج فعلا ال 18. لا في لقطه بعد دي يا سمير ايوه دي باين فيها النظره. ايوه هنا لا في لقطه ثانيه. لا هو هو طبعا الاعاده اعتقد. شوف هو دايما اللاعب دايما يبقى عنده يعني في لاعب دايما بيبقى محضر مش محضر قبلها بثانيه اللي هو الارتجال السريع في ارتجال طويل برضو مش ارتجال او تحضير 4 أو 5 ثواني زياده. اوكي بمعنى ان هو شايف طول الماتش ان محمود حمدي خارج ال 18. اوكي يعني هو شايف من زمان من زمان أيوة دي طبعا دي من زمان شايف. بص دي يا كابتن بص ارجع لي ثانيه بالظبط الثانيه اللي فات. بص يا كابتن كمل بقى بص هو الكره وعمل بص البصه ايوه بول. بس هو عارف ان بس هو برافو عليك. هو ليه بص انا اقول لحضرتك عشان ليه بص على محمد عشان كلام حضرتك تمام ان هو شايف عارف حوالي خمس شايف الماتش شايف هو قاري الماتش عايش جوه الماتش في مش عارف كده معلش بتاعت انا في جول انا جابه اللي هو مع المطابع الصومالي مع النادي الاهلي الفرقه دي انا عارف ان هم حتى ممكن تجيبوه دلوقتي اللي هو كان موجود. انا شايف ان الفرقه دي بتلعب على الاوفسايد على طول. اوكي من اول لما لعبنا بروح على الاوفسايد على طول فمحضر امتى هتجيلي الفرصه ان انا اضرب الاوفسايد واروح اجيب عشان اروح اجيب جول عشان اروح اجيب جول. سبحان الله طول الماتش انت محضر محضر لغايه لما جات لي ورحت تك 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 تك. هو نفس الكلام مجدي قفشه شايف ان حمدي على طول بره بره 18 ده ايوه ده كله بقى يعني انا دي متاكد قديم شويه دي قديم دي طبعا شوف
ضربت كل الناس لان عارف ان الفرقه بتلعب اوفسايد بتعلمها طبعا. الحاجات دي كلها خدناها طبعا واحنا صغيرين طبعا، ازاي تضرب دبل باص مع واحد توصله تعمل شيب بتطلع تروح بيها لوحدك. فهنا مجدي قفشه عارف ان محمود حمدي بره، فهو كان بيتمنى يا سلام لو تكون الكوره دلوقتي مثلا هو فجات له بص لقى بره فعلا. محضر يعني هو محضر الشغل بتاعه. فده مهم جدا جدا، عشان كده بقول لك اللاعب اللي عنده رؤيه يعني قليل جدا تلاقيه. دي يعني انا قصدي يعني مش قصدي اقول ان احنا نجيبها تاني يعني، انما انا عايز اقول لك كلاعب كوره ازاي حاسس برضو عندك الاحساس برضو بتاع من الاول انت شايف، وما تكون مدرب كمان يبقى عندك الاحساس اللاعب ازاي حاسس بيه. عشان كده بيبقى في دايما العلاقه يعني مثلا موسيماني عمل له كده يعني كان حاسس بيه، انت عملت حاجه كويسه، انت عندك رؤيه، الحاجات دي كلها بتلعب دور كبير جدا. تمام، احنا دلوقتي بمناسبه الاهداف القديمه خلينا نتكلم شويه عن الذكريات ومحمد عبد العظيم وذكرياته وبدايه احترافه في المانيا. في جون برضو احنا جايبينه لك يعني مفاجاه كده، خلينا نشوف الهدف ده شباب ونرجع نكمل. النهارده كلها مفاجات ما شاء الله يعني. طيب لغايه لما تجيبوا لنا الهدف، لانه الحقيقه يا كابتن رحله كفاح ورحله كبيره جدا في اوروبا، وعصرت اعتقد لاعبين كبار في الوقت ده. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، بالنسبه لاوروبا بدايتك في اوروبا. طبعا رحت المانيا طبعا، لعبت مباريات كويسه جدا طبعا مع النادي الاهلي في الاول، وبعد كده لما رحت اوروبا رحت المانيا كان في البوندس ليجا طبعا الحمد لله، تعاملت طبعا مع مدرسه قويه واخدين كاس عالم، يعني كانت في برضو في 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 نقله. ده الهدف اللي احنا يا كابتن بص ده يانس ليمن طبعا الحارس الاشهر للارسنال، ده مش ليمن اللي جايه اللي جايه دي هنا كنت في هومبورغ كنت مايو، وكان الدوري الالماني في بس انتوا ما شاء الله جايبين الجوان دي منين يعني؟ امال ايه يا كابتن احنا برضه شغل عالي برضه ما شاء الله عليه طبعا الكواليتي طبعا تبقى محتاجه. لا بالعكس ده حاجه جميله جدا، انا سعيد جدا. سنه كام دي يا كابتن؟ دي هقول لك دي لما رجعت من كوريا سنه 97. ياه يعني سنه 97 ما شاء الله عليكم يعني حاجه كويسه جدا، بشكر بجد يعني. الفتره دي يا كابتن كنت يعني بتشوف نفسك في الدوري الالماني ازاي والامور كانت ماشيه ازاي؟ دي بتاعت ليمن في الشركه، دي بتاعت ليمن بقى. دي بتاعت الشركه، دي في ليمن، دي طبعا كان حوالي 70,000 متفرج في شالكه. كان ماتش شالكه فريق كبير طبعا في المانيا. يمكن انا الوحيد اللي كنا بنلعب في شالكه، يمكن انا الوحيد اللي كنت اللي كنت يعني فرحان بالهدف، اللي كنت بحتفل بالهدف انا وفرقتي بس. انما غير كده كان جات لهم زي صدمه كده. فيعني الحمد لله رب العالمين قدرنا برضه ان احنا يعني نكافح ون 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 يعني ونرفع اسم مصر عادي الحمد طيب. لله. طيب احنا عاملين لحضرتك مفاجاه بسيطه جدا، خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع كابتن عظيم. Hallo Mohamed, hier ist dein ehemaliger Mitspieler, 30 Jahre ist es her, Achim Weber. Du erinnerst dich sicherlich noch, Fortuna Köln war eine richtig schöne Zeit. Wir waren beide jung, brauchten noch das Geld. Ich habe gehört, dass du jetzt als Trainer deine Karriere weiterentwickelst in Ägypten in der ersten Liga. Da wünsche ich dir unheimlich viel Erfolg. Mit deiner sympathischen Art wirst du sicherlich auch die Sympathien der Zuschauer recht schnell erhalten. Und mit deiner fußballerischen Begabung als feiner Techniker wirst du sicherlich auch die richtige Taktik für deine Mannschaft finden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vor allem bleib gesund. Dir nur das Beste, Grüße aus Deutschland. Und ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann lese, dass du vielleicht sogar Nationaltrainer Ägyptens wirst. Ich glaube, die Voraussetzungen sind hervorragend. Ich wünsche dir dafür alles Gute, viel Erfolg. Lieben Gruß aus Deutschland, aus Düsseldorf, von deinem ehemaligen Mannschaftskollegen Achim. Bis dahin, tschüss. ده مفاجأة جميلة جدا بصراحة. أخيم فيبر برضو مواليد 68، بس هو شكله أكبر منك يا كابتن. هو يعني أكبر شوية. لا هو على فكرة في سني، بس هو تقريبا يعني بيجري كتير يعني. المهم يعني
اخن فيبر كان من اللعيبه الهدافين وكويسين جدا جدا اشول. ايوه كنت دايما في بينه وبينه كان تفاهم كبير جدا. كنت دايما كنت بلعب نمره 10 دايما وهو دايما كان بيلعب مهاجم. كنا بنلعب ساعتها 3-5-2 دايما. في لاعب اسمه هولجا فريتس وهو فدايما هو ناحيه الشمال بعملها له دايما تشيب. كان بيروح بيجيب بيخلص. كان لسه طبعا متعطش كان لسه 22 سنه. بعد كده لعب في دوسلدورف لعب فرق كبيره جدا ما شاء الله عليه. بس كان لعيب كويس جدا. غير كده انا سعيد جدا طبعا بالمفاجاه دي ان اخي فيبر كان برضو يعتبر من اللي هو زي ما بتقول كده بالمصري القريبين او الانتيم بتاع في الفرقه. هو في طبعا وانزا بايتسيت ده كان لعيب تركي برضو موجود. كنا متفاهمين جدا جدا لان احنا كنا برضو نعتبر بتتواصلوا يعني مع بعض يا كابتن المجموعه دي يعني انا اخي بقالي فتره ما شفتوش. انما في مجموعه تانية دايما بتتواصل معها على طول. بنشوف بعض على طول. وبعد كده دايما انت عارف مجال كره القدم يعني ضيق. أيوه. ودايما بنشوف بعض على طول ودي حاجه كويسه جدا برضو في لعبه كره القدم ان دايما بتجمعنا يعني. طيب خلينا نشوف المفاجاه الثانيه ونرجع نكمل. Lieber Mohamed, ich gratuliere dir und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem großen Weg mit einem der tollsten und besten Clubs Ägyptens mal durchzustarten. Du hast eine Menge gelernt, du weißt, wie es funktioniert, du warst ein toller Fußballer und jetzt kannst du allen beweisen, dass du noch ein viel besserer Trainer bist. Ich denke an dich und drücke dir aus der Entfernung in Deutschland ganz fest meine Daumen und werde es ab jetzt ganz, ganz doll verfolgen. Lass es dir gut gehen. فيلي كرونارد كان بيلعب ظهير يمين كان سريع جدا رايح جاي رايح جاي. ايوه هو الماني والده الماني ووالدته روسيه. هو حاليا شغال مدير التسويق في في في, في موسكو يعني في فرقه كبيره لوكوموتيف موسكو. طيب يعني مفاجأتين حاولنا على قد ما نقدر. جميله جدا. لا بالعكس ده انتوا رجعتوني حاجات كتير جدا وده دليل على ان يعني فعلا قناه احترافيه والبيت الكبير فعلا اللي هو قدر يحتوينا كلنا دلوقتي ويحتويني انا شخصيا. ايوه واكيد المفاجآت دي كلها بتسعدني وبتسعد اكيد يعني الناس كل الناس اللي يا رب يعني دايما. لا هايلين ما شاء الله عليكم شاكرين جدا بجد يعني ربنا يخليك. خلينا نطلع فاصل وفاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن عظيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عظيمه اعتقد ان فتره ولعبك في اولسن الكوري اعتقد ان دي فتره مهمه جدا في حياتك برضو. اولسن طبعا اولسن قرار جريء يعني جدا. اولا طبعا انا كنت بلعب في شتاير في النمسا وبعدين كانت في مباراه وديه بين نادي اولسن الكوري اللي هو هونداي اللي هي الشركه بتاعته الراعيه دي هونداي الكوري شركه هونداي الكوريه من اكبر الشركات طبعا في العالم. فكانوا بيعملوا فتره اعداد عندنا في النمسا فلعبنا مباراه وديه. المدرب اعجب بيا يعني فعرضوا ان هم يعني يشتروني يعني او اروح انتقل الى اولسن يعني هناك. فكان القرار بالنسبه لي صعب جدا انما فكرت فيها كويس وقلت ليه لا يعني انا دايما بحب المغامرات وبحب وجريء شويه في القرارات دي قلت ليه لا وفعلا رحت هناك ويعني وخدنا البطوله لاول مره في تاريخ اولسان الكوري. ايوه هم كانوا خدوا قبل كده كؤوس انما ما خدوش الدوري انما دايما ربنا كرمنا يعني وخدنا البطوله هناك. صوره جميله جدا طبعا. خدنا البطوله هناك وطبعا يعني برده كان في حاجه كويسه جدا ان هي بنتي الكبيره الانسه صحرا برده اتولدت هناك. وعندي يارا برده وعندي احمد. ايوه ربنا يخليهم ربنا يخليك يعني. فالاسره بقى والمدام يعني جت هناك وتعبت معايا هناك طبعا. قعدنا سنه هناك في كوريا صعبه جدا جدا مختلفة. والامور مختلفه وهم كانوا في تركيز زياده عن اللزوم في الفتره دي بالنسبه للنادي اولسان الكوري كان نفسه ياخد بطوله الدوري وخدنا بس كنا دايما في معسكرات بنسافر على طول لعبنا برضه في بطوله اسيا ثالث او رابع اعتقد ثالث اسيا لعبنا في الرياض خدنا ثالث اسيا كان في معسكرات على طول. فيعني انا بشكر من خلالكم يعني ومن خلال البيت الكبير يعني المدام طبعا على الفتره الكبيره اللي هي طبعا مقديها معايا انا حتى برضه في شغل لغايه دلوقتي بكون هنا او هنا او هنا او هنا. فهي طبعا يعني ربنا يديها الصحه طبعا وامر وقايمه بكل الامور طبعا
الاسريه طبعا، فبنشكرها يعني، وبنشكر طبعا البنات وكل الناس. ربنا يخليهم لك الله يخليك يا كابتن. ايضا اليويفا برو اعتقد ان دي اعلى شهاده ممكن يحصل عليها مدير فني. حضرتك حصلت على موسيماني اعتقد كمان معاه الشهاده دي. انا خدت البرو سنه 2007 لا 2006 يعني، خدنا 2006 كلها من شهر 4 2006 حتى خدنا فيها، كنت في المانيا. ومن حسن الحظ ان كان توماس توخيل ومن حسن الحظ كمان كانت كاس العالم بتتلعب في المانيا. هنا توخيل توخيل طبعا في الفني الحالي بطل اوروبا بطل اوروبا واللباديه موجود جنبه، والناس دي كلها طبعا على مستوى عالي فوق كمان. البدل كانت شياكه قوي الصراحه. لا طبعا اشتك ناس في طبعا اشتك ناس في اوروبا. لا انا عايز اقول لك يعني الصوره دي مجموعه كبيره جدا من الناس اللي موجودين. في كمان طبعا كان في اللي هي مدربه المانيا اللي هي الموجوده اللي فوق دي على السيده دي مسكت مدربه المانيا، وفي واحده كمان قاعده في النص ماسكه برضه مدربك يعني، في نجاحات كتير، في اسف ساريتش ماسك برضه فرقه كويسه. ناس مجموعه كبيره جدا، وانا سعيد جدا ان انا برضه شفتهم. في طبعا على اليمين فوق تاني واحد اللي هو الراجل الكبير ده اسمه ايريش روتا مولر. ايريش روتا مولر ده صديق عزيز بعد طبعا الحاجات دي. طبعا ايريش روتا مولر اللي هو كان في الفتره دي اللي هو المسؤول عن البروفيشنال ليفل في المانيا. اوكي. وبعد الدراسه دي جبته برضه صادفته عندنا في النادي الاهلي هنا برضه، جه برضه ادى محاضرات برضه لقطاع الناشئين. كان صديق جدا يعني، يعني يعتبر بدون مقابل الراجل جاي كده حبا للنادي الاهلي، واللي هي طبعا الصداقه اللي تربطني بيه صداقه كبيره جدا. يعني مجموعه يعني هايله جدا طبعا ما شاء الله عليهم كلهم. وكفايه مع حضرتك برضه بطل اوروبا دلوقتي يعني توماس توخيل. وفي توخيل طبعا شخصيه طبعا طول عمره كان مجتهد مدرب على مستوى عالي. في كمان بيتر لينس اللي هو ثالث واحد من في النص ده اللي هو جنبي ثالث واحد ده المساعد بتاعه على فكره، المساعد بتاع توخيل بيتر ده مساعد معاه موجود معاه بقاله بتاع 20 سنه. من زمان يعني لما كان ماسك في الناشئين في ماينز، فعاملين شغل كويس الاثنين مع بعض. في لباديه ماسك هامبورغ، ماسك كان لعيب برضه لباديه، يعني في مجموعه كبيره جدا كويسين جدا. البروفيشنال ليفل طبعا انا بتمنى طبعا انها تكون متواجده يعني موجود من 40 سنه موجوده في المانيا، بدا دلوقتي بقى له حوالي 10 سنين في اسيا. للاسف لسه مش متواجد لغايه دلوقتي في مصر. فانا يعني انا بناشد طبعا الناس في اتحاد الكوره وسكانه المصريه او الافريقيه ان هم يثقلوا مدربين اللي انا شايف ان هم خامات ممتازه جدا 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 بانهم ياخدوا البروفيشنال ليفل او تتعامل هنا موجود في مصر. هتفرق كتير جدا جدا جدا، تفرق كتير جدا في التعامل مع اللاعبين في حتى في العالم، في العالم كله. يعني بيحق لي كمان ان امسك منتخب المانيا، منتخب اي منتخب في العالم يعني، الحمد لله فضل الله عليا. طبعا ما جاش طبعا بسهوله، انا خدت طبعا السي والبي والاي هناك من المانيا، يمكن سي عفوني منها لان انا اشتغلت اكتر لعبت اكتر من 8 سنين محترف. واخد بكالوريوس تربيه رياضيه، الحاجات دي كلها لعبت منتخب مصر، الحاجات دي كلها ساعدتني ان هم يعفوني من السي، وخدت البي على طول، وبعد كده الاي، وبعد كده الحمد لله البروفيشنال ليفل. بنحاضر طبعا في الاتحاد الالماني، موجودين في بنحاضر طبعا في بعض الدول العربيه. بس انا ما بستهواش قوي بصراحه يعني، انما طبعا لو اكون واحد قاعد فاضي فليه لا يعني. انت بتستهوى دايما الملعب انا. يعني انا بحب التدريب، بحب الملعب، بحب العلاقه المباشره، بحب الشغل بالضغوط، الادرينالين، الحاجات دي كلها، الابداع. طبعا بنقدر كل المحاضرين اللي موجودين اللي هم في هيئه التدريس طبعا. انما انا ما بستهواش قوي يعني، ما كل واحد قوي يعني وحبه للمهنه بتاعته. فطبعا اكيد يعني حاجه كويسه زي كده. المفروض موسيماني طبعا طالما واخد البروفيشنال ليفل اكيد طبعا مش موجوده في افريقيا، لو واخدها يكون من خارج افريقيا يعني، ممكن يكون انجلاند او انجلترا يعني او اي حاجه تاني، انما اكيد هتساعده كتير وساعدته كتير جدا. وان شاء الله التعامل وكل شيء طبعا يعني. حاجات كتير جدا زي التعامل مع الميديا، مع اللاعب، علم النفس، يعني بروفيشنال، بيخليك بروفيشنال بجد. طيب في النمسا كانوا بيطلقوا عليك لقب ايه اللي هو الرادار اوجا. اوجا يعني العين. ورادار اللي هو الرادار اللي هو العين الرادار العين الرادار عشان الاهداف دي.
انا مع شتاير جبت لعبت معاهم جبت 5 اهداف كلهم ضربات ثابته. اه يعني من رابيد فيينا دي كلها في ملعبنا رابيد فيينا. يعني كانت كانت مهمه جدا. اوستريا فيينا مش رابيد فيينا. لا دي رابيد في اثنين في رابيد فيين واوستريا فيين. او فيينا يعني. فده كان في رابيد دي تقريبا دي تقريبا لو دخلت من تحت تبقى رابيد. لان انا عارف انهم كانوا دايما بينطوا فقلت احطها من تحت. اللي هي الدراسه بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. انا كنت انا بشوف احنا طبعا انا عارف ان هم دايما الفرقه عشان شوف هو حوالي 90% من الكره زي كده بتجي لي كان الناس دايما بتقول لك يعني 90% هدف يعني يعتبر ضربه كان هم اللي بيقولوا يعني. زي تعتبر ضربه جزاء طالما جت. فدايما كانت الفرق بتحاول بقدر الامكان يعني بتعمل حيطه كويس جدا وتستعد لها كويس. فالماتش ده شفت كان دايما هما بينطوا حطيتها من تحت الجول يعني فوجت سبحان الله يعني. فكان توفيق من عند ربنا وكلمه رادار اوجن يعني العين الرادار. تمام في النمسا فعلا. كابتن يعني طبعا شرفتنا ونورتنا ولكن اخيرا دمين. لو حضرتك عايز تبعت رساله لجمهور الاهلي للاعيبه الاهلي قبل النهائي الافريقي تقول لهم ايه؟ طبعا بقول لجمهور النادي الاهلي اولا ان شاء الله رب العالمين نفرح بالعشره. ايوه ودايما انتوا متواجدين في المحافل الكبيره وان شاء الله رب العالمين يعني العشره مهمه جدا بالنسبه لنا وانا شايف انها تكون موجوده معانا وهنفرح وده اللي بجمهور النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي بقول لهم طبعا انتوا لعيبه على مستوى عالي لاعبين عندكم الخبرات عندكم هدف ان هو البطوله دي كل واحد ان شاء الله بيحقق البطوله دي بيعمل تاريخ لنفسه ولناديه والجمهور ولبلده. استعدوا كويس يعني برضو خلوا فيه هدوء مش عايزين يبقى فيه ضغوط عليكم. لا بالعكس اتعاملوا مع الموضوع زي ما بتتعاملوا مع جميع المباريات مفيش تهاون. خدوا الامور بجديه وان شاء الله رب العالمين ترجعوا لنا بالعشره ان شاء الله رب العالمين يا رب. انا بشكرك جدا يا كابتن على وجودك معانا وتاجيلك السفر عشان تسافر بكره لاولادك ان شاء الله توصل بالسلامه. ويعني بنشكرك جدا على وجودك معانا وعلى تاجيلك سفرك. ربنا يخليك يا كابتن اسلام وكنت سعيد طبعا ان انا كنت موجود معاك النهارده في البيت الكبير اللي هو بيحتوينا كلنا وبالتوفيق ان شاء الله ربنا. ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك جدا. طبعا بنشكر الكابتن محمد عبد العظيم على وجوده معانا النهارده وبكره ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. ما تنسوش احنا كل يوم حد وثلاث واربع بنكون معاكم الساعه 10 يوم الاثنين بس الساعه 11 فبكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10. انتظرونا ومفاجآت في البيت الكبير بيت كل الاهلاويه. اشكركم وانتظرونا غدا ان شاء الله.